مساء الخير. مساء الخير على جمهور النادي العظيم في كل مكان. مساء الانتصارات والبطولات، لسه مع الأجواء رائعة بفوز المارد الأحمر باللقب 42 للدوري المصري. دي البطولة المفضلة لينا. مساء الفل على كل عشاق القلعة الحمراء في كل مكان. حلقة جديدة والبيت الكبير. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا سهام، أهلا بيكي وأهلا بكل من يشاهدنا على قناة النادي الأهلي. أهلا بعشاق الكرة وعشاق وجماهير النادي الأهلي العظيمة. زي ما قالت سهام، لسه في أجواء واحتفالات النادي الأهلي باللقب 42. النهارده في البيت الكبير إن شاء الله موضوعات كتيرة جدا جدا هنفتحها، خاصة أكيد بالنادي الأهلي، وكمان معانا ضيف كان ليه يعني عنصر إيجابي جدا جدا في إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني للنادي الأهلي، هو الكابتن سامي قمصان. ده لاعب خلوق جدا، كان لاعب في النادي الأهلي وكان ليه كمان بصمة في الجهاز الفني وكمان بصمة في فوز النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 42. إن شاء الله يكون موجود معانا هنا ضيف في الفقرة الثانية من البيت الكبير. طبعا كابتن سامي قمصان بشهادة الجميع واحد من النجوم، نجوم الأهلي اللي تألقوا، هو لاعب وبيتألق حاليا وهو مدرب مع الفريق الأول. النهاردة معانا خبر مهم جدا يا كابتن هاني. صحيح. بيقول أنه الأهلي دايما وكعدته رقم واحد، والأهلي دايما في القمة. النهاردة فريقنا، فريق النادي الأهلي للكرة الطايرة رجال، اكتسح الزمالك في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كاس مصر بنتيجة 3-0. ثلاث أشواط اللي مفيش نفيش بنتائج جت 25-17، 25-16، 25-22، يعني مفيش منافسة خالص. بكده الأهلي ضرب معاد في المباراة النهائية للبطولة يوم الأربعاء اللي جاي ده إن شاء الله مع فريق طلائع الجيش اللي تأهل هو كمان وكسب في مباراة الدور قبل النهائي نظيره الاتحاد السكندري بثلاث أشواط نظيفة، علشان ما حدش يقول إيه بقى إحنا بنقول اللي لينا بس وبنغش الجمهور. لا، بنقول ان دي المره الرابعه اللي بنقابل فيها الزمالك الموسم ده في كاس مصر. اهو كسبنا، وكسبنا في البطوله العربيه، وكسبنا في الدوري، قابلناهم مرتين وخسر الاهلي. بس الاهلي دايما بطل، مش بيبص لمباراه، بيبص لبطوله يا جماعه. علشان كده احنا دايما ناكد الكلام ده، علشان كده احنا كسبنا بطوله الدوري والسنه السنه دي، وده طبعا كان للموسم الثالث على التوالي. على فكره يعني النهارده كمان الاهلي كسب البطوله العربيه دي اللي كسب فيها برضو الزمالك، وان شاء الله يوم الاربعاء بتكمل الثلاثيه ونكسب كاس مصر كمان. فالف الف مبروك. مبروك طبعا. الفوز النهارده كمان مهم جدا، يعني رساله مهمه جدا ورساله قويه لبعض الاشخاص اللي طلعوا في الفترات الاخيره بيرددوا احنا كسبناكم في الكوره وكسبنا في السله وفي الطايره وفي اليد وفي الكشري. بلاش الكشري عشان الكشري بالنسبه لهم بقى شيء مزعج شويه. طبعا كل الاخبار ديت اخبار كاذبه، والنادي الاهلي يعني النادي الاهلي دايما نادي بطولات، ممكن جدا يخسر في مشوار البطوله، ممكن يخسر مباراه، لكن هو دايما عينه على البطوله، دايما النادي الاهلي عينه على البطوله. انت اتكلمتي يا سهام على ثلاث بطولات، لو كنا اتكلمنا على بطوله الدوري للكره الطائره فالنادي الاهلي خد البطوله، بطل الدوري ده عام الثالث على التوالي، خسر من نادي الزمالك في مشوار البطوله، لكن مش ده اللي بنبص له، ده مش هنبص له، يعني احنا ممكن نخسر مباراه في خلال مشوار بطوله، وده كمان لاسباب فنيه، يعني كان بعض المدير الفني كان مريح، هو برضه نظره مستقبليه، مريح اللعيبه علشان مباراه النهارده، المباراه المهمه جدا النهارده مباراه قبل النهائي، وبالتالي كان ليها ظروفها، ان في مدرب بيلاعب بعض اللعيبه في الصف الثاني، بيخسر من نادي الزمالك في مشوار بطوله ما عندناش مشكله، لكن النهارده النادي الاهلي بيوصل للدور النهائي وهيقابل طبعا طلائع الجيش. وطبيعي جدا ان انت تخسر ماتش. صحيح. ومعانا ده المدير الفني طبعا، لكن ما تخسرش بطوله، ده اللي احنا دايما حريصين عليها. صحيح. وده الحقيقه اللي النهارده المدير الفني محمد مصلحي حاطط ده في ذهنه في الاعتبار. اهلا بيك والف الف مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك. الحمد لله. اتفضل كابتن محمد. مساء الخير ومنورنا في البيت الكبير، بيتك في قناه النادي الاهلي، وبنقول مبروك، خطوه مهمه جدا جدا لحصد اللقب ان شاء الله. مباراه نهائيه امام طلائع الجيش، اعتقد مباراه قويه جدا، لان فريق طلائع الجيش كمان من الفرق المميزه. لكن خلينا كنا بنتكلم يا كابتن على
ان النادي الاهلي دايما بيبص للبطوله، ممكن جدا لاسباب فنيه لاسباب اخرى ممكن النادي الاهلي يخسر في مشوار البطوله، ممكن يخسر مباراه، ولكن دايما وحضرتك اكيد عارف ان دايما عين النادي الاهلي على البطوله بشكل كبير جدا. تمام. اولا مساء الخير يا كابتن هاني. الله يخليك كابتن. عشان بس الناس تكون في صوره، ما قبل كورونا غير ما بعد كورونا خالص. صحيح. تفكيري كله طبعا زي ما حضراتكم قلتوا، التفكير كله ان انا اكسب بطوله مش اكسب ماتش بس. فتخطيطي كله على فكره برضه انا لعبت فريق محترم في ماتش الزمالك الثاني، يعني حسام وقطب ناس شايله النادي الاهلي من فتره كبيره جدا، بس اديت بقى لعبد الرحمن الحسيني جزء كبير من الماتش، ناشئ صغير عنده 19 سنه، اديت محمد رمضان، ريحت فعلا اربع خمس لعيبه، واللعيبه عملت اللي عليها، وانا خدت من الماتش ده اللي انا عايزه، ان طبعا فرقه الزمالك فرقه محترمه جدا، خدت كل التكتيك اللي هو لعب بيه، وانا خططت الحمد لله بقى لي يومين ثلاثه بخطط الماتش ده، والحمد لله ربنا كرمنا جدا فيه، واللعيبه كانت قد المسؤوليه، كان في زي ما بقول لحضرتك استحملنا شويه انا واللعيبه شويه اهانات، لكن الحمد لله هم ردوا على كل حاجه، وربنا يوفقنا ان شاء الله. لسه البطوله ما خلصتش، واتمنى ان احنا دايما نكون عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي. كابتن محمد، انتوا يعني بقى لنا كذا سنه يعني اللي بيتاهل معانا هو طلائع الجيش، يعني الزمالك بعيدا جدا عن المنافسه. لا لا الزمالك فرقه محترمه جدا. الايه؟ لا الزمالك فرقه محترمه جدا. انا ما قلتش غير ما قلتش حاجه ثانيه، انا بتكلم ان دايما اللي بيتنافس النهارده مع الاهلي هو فريق طلائع الجيش لعده سنوات في الفتره لا الاخيره. يعني لا مش مع حضرتك في دي، يعني هو المنافسه بتنحصر ما بين اربع فرق، سواء الاهلي والزمالك والجيش وسموحه. الزمالك عامل موسم كويس السنه دي، والجيش طبعا فريق محترم جدا له كل التقدير واحترامه، لكن ان شاء الله يعني الماتش هيبقى برضه صعب ما هوش سهل. اكيد. صحيح. اكيد صعب. اكيد يا كابتن. انا برضه حابب اوضح، والنقطه يمكن من خلال كلام حضرتك معانا بتاكد على النقطه اللي انا اتكلمت فيها، ان ممكن جدا في خلال مشوار البطوله ممكن جدا على الشكل التكتيكي او على شكل التحضير او النظره للوصول للمباراه النهائيه او الوصول للنهائي، ممكن جدا زي ما حضرتك قلت انك تجرب بعض الناشئين في مباراه. نادي الزمالك طبعا من الفرق اللي بتنافس دايما، وفرقه يعني اكيد فرقه محترمه، لكن زي ما بقول الهدف هو دايما البطوله، وانك ممكن جدا تضحي، مش تضحي يعني تجرب في مباراه في خلال مشوار البطوله عشان الهدف الاكبر وهو الحصول ان شاء الله على بطوله الدوري. ده كلام صحيح تماما، هو ده اللي حصل في نهائي الدوري او نهايه الماتش الدوري. انا الماتش كان تحصيل حاصل، لكن الهدف الاساسي كان النهارده ويوم الاربعاء ان شاء الله. شكرا ليك. ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله يوم الاربعاء، وتكون ان شاء الله مباراه لصالح نادينا النادي الاهلي. طيب احنا لسه في اجواء الفرحه واجواء الفوز ببطوله الدوري، مسيطره يمكن على الشارع المصري دلوقتي، بطوله الدوري وبطوله غاليه ولقب ورا لقب، وبطل الاهلي هو رقم واحد معروف عبر التاريخ، بنتكلم في 138 بطوله بتزين دولاب بطولات الاهلي، مشوار حافل بالبطولات كالعاده، الاهلي صاحب الارقام القياسيه، وده الحقيقه فرق شاسع قوي بين الاهلي وبين الفرق. صحيح. صحيح. هو ده النادي الاهلي، فرق شاسع، ودايما الاهلي بيحطم الارقام القياسيه. 42 بطوله من 61 بطوله، ده رقم كبير جدا جدا. النادي الاهلي النادي الوحيد اللي فاز ببطوله الدوري 9 مرات متتاليه، يعني هو دوت النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيكسب اللقب 3 مرات متتاليه، وده ان شاء الله، وده خلي بالكم ده السنه دي ده رقم 5، يعني اللقب الخامس على التوالي، وان شاء الله باذن الله الالقاب في يعني متتاليه للنادي الاهلي، ويفوز بيها ان شاء الله الموسم اللي جاي. لكن قصر الحواجز وقصر الارقام القياسيه هو ده دايما من اهداف النادي الاهلي، ودايما متعودين على دوت، ودايما متعودين ان شاء الله ان يكون في انتصارات، وزي ما احنا اتكلمنا مش بس على مستوى الكوره يا سهام، احنا بنتكلم على كمان على مستوى اللعبات الجماعيه في النادي الاهلي، الحمد لله في نجاحات. لو احنا لسه مستمرين يمكن في احتفالنا وبنحتفل بيهم هنا في البيت الكبير، ومعانا كابتن الفريق كابتن عبد الله عبد السلام، اهلا بيك يا فندم. يا كابتن مبروك يا كابتن. كابتن عبد الله ازيك، بنقول لك
مبروك، ويعني نص مبروك عشان مبروك الكبيره ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله يعني. لكن قول لنا بتستعدوا ازاي بقى يا كابتن عبد الله؟ طبعا الحمد لله رب العالمين، برحب بحضراتكم وبرحب بالاهلي، وبقول للقياده الفنيه المحترم النهارده مبروك، بيتنا الرجاله الف مبروك واعضاء مجلس الاداره. طبعا نرفع مهمه وخطوه مهمه ان احنا نصعد نهائي ونحافظ على الكاس. خلاص واتنفت، وزي ما هاني الكابتن هاني بيتكلم بيقول خلاص ده مبروك مبروك فعلا. متفقين على كده خلاص، صفحه النهارده خلاص خلاص مريح نرجع ان شاء الله رب العالمين. كان ان شاء الله كابتن بالتوفيق. المباراه مباراه صعبه، عارفين فريق طلائع الجيش ايضا من الفرق المميزه على مستوى كره الطايره، وهتكون مباراه صعبه. لكن انا بتكلم كمان كابتن وانت تشاركني في المناقشه، ان دايما اهداف الجهاز الفني واهداف اللعيبه دايما هي النظر للبطوله، بغض النظر عن خسارتك مباراه في خلال السيزون دي ما بتفرقش كتير قوي، لكن دايما التاريخ بيقول او التاريخ بيتكتب من خلال البطولات وليس من خلال مباراه في وسط هذه البطوله. تليفون فصل، تليفون فصل، واحنا هنحاول ان احنا برضو نتواصل مع كابتن عبد الله تاني كابتن الفريق، لكن عايزين نقول ان دي ده اللقب رقم 32 تقريبا، فلسه ان شاء الله يعني قطعوا شوط كبير جدا، ان شاء الله يكملوه على خير يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله، واحنا يعني لسه بنحتفل بحصد اللقب. صحيح يعني الكره الطايره على المستوى كمان الثلاثيه، يعني انت احنا دايما بنتكلم الثلاثيه في كره القدم بتبقى دوري وكاس وبطولة افريقيا، احنا كمان بنتكلم دوري وبطولة عربية وكاس الكاس. النادي الاهلي زي ما بقول هو بطل الدوري، دي البطولة اللي خدها في دولاب بطولاته، وبتكلم على البطولة العربية ايضا النادي الاهلي هو بطل البطولة العربية. ونكمل مع الكابتن عبد الله بقى في البطولة كمان، زي ما بتكلم الكابتن عبد الله كنا بتكلم على الثلاثية، زي دايما ما بنقول الثلاثية في كرة القدم، اكيد انتوا كمان عندكم طموح الثلاثية بعد بطولة الدوري والحصول على بطولة الدوري في البطولة العربية كمان، ناقص ان شاء الله يوم الاربعاء التتويج بالثلاثية وكاس مصر ان شاء الله. طبعا ان شاء الله بعملنا كابتن باذن الله، ربنا يكرمنا ان شاء الله زي ما حضرتك. طبعا احنا النادي الاهلي ومتعودين طبعا يبقى رقم واحد في كل الالعاب، ودي حاجه مش غريبه علينا خالص، متعودين طبعا نلعب على المركز الاول. اكيد ان شاء الله رب العالمين بنسعى جاهدين ان شاء الله رب العالمين والاربع باذن الله اللي نحافظ على الكاس باذن الله ونحقق الثلاثيه ان شاء الله، وربنا اذن ان شاء الله والموسم يكمل بالبطوله الافريقيه ان شاء الله نستعدلها برضه باذن الله ونحقق البطوله الرابعه باذن الله رب العالمين. دي هتبقى رباعيه كمان ان شاء الله، يعني كمان في بطوله افريقيه ان شاء الله تتوجوا بيها وتوصلوا ليها. لكن قبل يعني قبل ما الخط يتقطع كنت بسالك سؤال واتكلمت فيه مع الكابتن محمد مصلحي طبعا مدرب الفريق، ان دايما ساعات يعني الناس بتتكلم اصل ده خسر مننا اما خسرش مننا، انتوا كلعيبه وكجهاز فني دايما بتبصوا على بطوله، ممكن جدا وارد ان الظروف فنيه انك تخسر مباراه من الفريق المنافس في مشوار البطوله، لكن الاهم هو الرد انك بتكسب هذه البطوله وبتبقى البطوله باسم النادي الاهلي. مظبوط كلامك صح يا كابتن هاني، طبعا حصل اخفاق في الدوري حصل، كان ليه بعض الظروف الفرقه، كان في ناس اول اخفاق حصل كان الناس متجمعه مع المنتخب من شهر 5 اللي فات، عندنا الحمد لله رب العالمين عدد كبير من لعيبه النادي الاهلي موجوده في المنتخب، لعبوا بطوله افريقيه ولعبوا تصفيات اولمبيات ولعبوا العاب افريقيه مع المنتخب. طبعا الناس راجع الانديه بتاعتنا، رجعنا في شهر 11 وبعد كده كملنا صفات الاولمبيات ورجعنا بعد صفات الاولمبيات كملنا الدوري على طول، بعد كتير من اللعيبه طبعا كان في حاله ارهاق جامده لازمه اللعيبه بتاعتنا، حصل اخفاق في الدور الاولاني، الدور الثاني كنا حسنا الامور، الجهاز الفني طبعا شارك بعض اللعيبه اللي ما كانتش بتلعب الفتره اللي فاتت، وكان المفروض برضو ان احنا نكسب بس الحق يعني ما حصلش توفيق، حصل سوء توفيق لينا، كان الزمالك موفق شويه بس خلاص المباراه كانت عدت خلاص، فبعتنا ان احنا خلاص لازم مباراه الكاس دي خير دليل وخير رد للناس، احنا الحمد لله فرق بطوله وفرقه كبيره والحمد لله رب العالمين قدرنا نحسن النهارده اللقاء بخبرتنا وبشبابنا. صحيح. ده اللي كنت اسالك فيه، استعدتوا ازاي؟ انتوا كسبتوا ان شاء يعني النهارده ثلاث اشواط نظيفه للا شيء، فده استعدتوا ليه ازاي وحضرتوا له ازاي يا كابتن عبد الله؟ طبعا بعد مباراه الدوري خلاص قفلنا صفحه الدوري وخلاص عندنا لسه ما خلصناش الموسم عشان الفرحه بتاعتنا تكمل زي ما بيقولوا، كنا طبعا الناس كلها مستنيه طبعا بعد ماتش الكاس، فاخدنا اجازتنا اللي هو ريحنا يوم بعد مباراه الدوري،
الجهاز الفني طبعا ابتدينا نركز في التمارين ونركز في المحاضرات بتاعتنا، استعدينا بشكل كويس جدا للمباراه، ادينا للفريق القسم اهتمامه، والحمد لله رب العالمين ادت النهارده السكور يبقى بشكل الحمد لله رب العالمين فارق السكور والاداء كمان النهارده، كل لعيبه ادت بشكل جميل جدا، والحمد لله رب العالمين ربنا وفقنا النهارده اداء ونتيجه واستحقاق يعني الحمد لله رب العالمين، نزلت للناس ان احنا الحمد لله رب العالمين فريق بطوله وفريق رقم واحد في مصر الحمد لله رب العالمين في افريقيا باذن الله. ملوك الصالات. أكيد أكيد كابتن، عايز برضو أكلمك من خلال كلامي مع كابتن محمد مصلحي، هو قال جملة إنه هو ركز بشكل كبير جدا وتغلب على بعض الصعوبات داخل الملعب، إحنا عارفين يمكن ملعب كرة القدم ملعب كبير قوي واسع، الاحتكاك ممكن يكون على فترات، لكن الملعب كرة الطايرة ملعب صغير والصوت مسموع بشكل كبير، وممكن جدا الخصم لما بيلاقيك متفوق عليه ممكن يلجأ لبعض الحاجات الأخرى، أنه يطلعك من تركيزك، أنه حد يقول كلمة يخرج اللعيب عن تركيزه. برضو أعتقد المباريات اللي زي ديت مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك، أكيد لما نادي الزمالك بيلاقيك متفوق ممكن يعني يخش في المنطقة ديت، لكن كابتن محمد قال أن احنا كمان ركزنا، وانت كلاعب في الملعب بتعدي النقطة دي ازاي أو بتحافظ على تركيزك ازاي؟ مظبوط يا كابتن، يعني احنا لعبتنا طبعا غير لعبة كرة القدم، احنا لعبتنا طبعا زي ما بيقولوا ممكن يحصل وقت تقطع، ممكن لاعب يعترض على الحكم يوقف المباراة مثلا لمدة دقيقة، ممكن حد يطلب أي حد من عمال الصالة الملعب يطلب من الحكم يقول الملعب مطرح ما اللعيب وقع فيه مية فحد يدخل، فطبعا كل ده في لعبتنا يعني ال 30 ثانية أو 45 ثانية ممكن يخلوا الفرقة تفرق عن الثانية في يوم. فالحمد لله رب العالمين يعني احنا على طول كل الوقت كنا واخدين تعليمات مهما حصل تحكيم او حصل اي حاجه لازم نكون زي ما احنا مركزين، لو الحكم حصل مثلا بوينت علينا غلط لا مفيش مشاكل خالص نفضل زي ما احنا مركزين، والحمد لله رب العالمين ابتدينا مركزين الشوط الاول والثاني والثالث الحمد لله رب العالمين، هو ممكن يكون الكور قفل شويه عشان اللعيب عندنا يعني حصل بعض الاستعجال شويه عشان نخرج من الماتش بصوره كويسه جدا، بس الحمد لله رب العالمين حصل بعض الشد وجذب كيم التاس، بس الحمد لله رب العالمين خرجنا من الماتش على بر الامان الحمد لله. انت قائد الفريق يا كابتن عبد الله ولاعب كبير في الفريق، ازاي بتحتضن او بتعمل على احتواء اللعيبه باقي زمايلك، وايه النصايح اللي لما بتقعد معاهم كده بتوجهها ليهم للعناصر كمان الجديده اللي داخل الفريق يعني جداد؟ طبعا اول حاجه الحمد لله رب العالمين دي من سر نجاح فرقتنا اللي احنا كلنا يعني بنتعامل كاخوات، الكبير والصغير بنتعامل مع بعض ان احنا واحد مفيش مشاكل خالص بينا. مش انا لوحدي والله اللي بساعد الناس الصغيرين، لا في احمد صلاح معايا وفي حسام يوسف وفي عبد اللطيف محمد عبد المنعم، في ناس كبار كلها اللي زي عبد الله بتساعد الناس الصغيره، فمش واحد بس بيوصل المعلومه، لا كلنا الحمد لله رب العالمين بنقدر ناثر على بعض، بنسمع تعليمات بعض، لو حد شايف حاجه كلنا بننبه بعض، فدي الحمد لله رب العالمين دي من سر نجاحنا في الفرقه بتاعتنا، لكل الناس كلها كلنا بنسمع بعضينا وكلنا بنتفاهم بعضينا، والحمد لله رب العالمين يعني ربنا يديم الحب بينا. هي دي مدرسه النادي الاهلي يا كابتن، وخلينا اقول برضو في اعتقد سؤال مرتبط بالكوره وبطولات الكوره، اكيد طبعا يعني متابعين نجاحات النادي الاهلي على مستوى الدوري، ده كمان بيديكوا يا كابتن لما بتلاقوا النادي الاهلي بيكسب البطوله قبلها بسبع اسابيع بيديكوا كمان حافز، والكابتن محمد مصلحي بيديكوا مثال وبيديكوا دفعه معنويه، يعني بيبقى النادي الاهلي في كره القدم او فريق كره القدم بيبقى بالنسبه لكم هو اللي بيشد من ازركم وبيديكوا كمان دفعه ان انتوا ان شاء الله كمان تحققوا بطوله الدوري السنه دي. اكيد طبعا يا كابتن، يعني واحنا الحمد لله رب العالمين يعني الموسم ده خلصنا الدوري خلصنا الموسم قبل ما ينتهي بماتش واحد، الحمد لله رب العالمين الموسم اللي قبله واللي قبله الحمد لله رب العالمين كنا بنخلص قبلها بثلاث مباريات، طبعا لعبتنا غير الكوره، طبعا الكوره بيحصل فيها فقد لنقاط كثيره، لعبتنا في الفولي بيحصل بس في كم من النقط بيحصل في الكوره صحيح، فالحمد لله رب العالمين طبعا احنا الكوره بتبقى قدامنا طبعا حاجه مميزه جدا، كلنا طبعا بنبص لها، طبعا كلنا سبورت جيم جامد، والحمد لله رب العالمين بيدينا دفع برضه الجامده، والحمد لله رب العالمين محافظين على كل حاجه الحمد لله. اخر حاجه، مستعدين لطلاع الجيش ازاي يوم الاربعاء ان شاء الله؟ طبعا زي ما قلت لحضرتك خلاص النهارده الصفحه وقفلناها خلاص، ان شاء الله رب العالمين بكره عندنا محاضرات وعندنا تمرين، ان شاء الله رب العالمين خلاص لعيبه دلوقتي هنعمل محاضره مع بعضينا خلاص يعني في صفحه الزمالك، هنبتدي نركز مع بعض ونتكلم مع بعض، وبكره ان شاء الله رب العالمين نركز في المحاضره ونركز في التمرين باذن الله،
وباذن الله النهارده هنكون مستعدين باذن الله مباراه طلعت كل التوفيق يا رب. كل التوفيق ليك يا كابتن، ويعني من هنا من البيت الكبير بلغ كل الفريق اداره ولاعيبه وجهاز فني ان احنا وراكم ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله كمان نقول خبر سعيد بحصول النادي الاهلي كمان على كاس مصر. بالتوفيق يا كابتن محمد. ان شاء الله ربنا يخليكم مرتاحين جدا، ونلاقيكم ان شاء الله ربنا يعين الكاس يكون في الجزيره باذن ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا ليك يا كابتن عبد الله. كابتن عبد الله عبد السلام. طيب لسه بنتكلم، كنا قبل ما عبد الله يدخل كابتن الفريق كنا بنتكلم عن اللقب ولسه نحن بنحتفل بالفوز، ولسه الاهلي محقق ارقام قياسيه. ده حقيقي. طبعا الارقام القياسيه اللي بيحققها النادي الاهلي زي ما بقول لك على مستوى حتى الفرق الجماعيه، شفنا الفولي بول ان شاء الله. ويعني انا دايما بقول يعني النادي الاهلي هو مصنع الابطال، ودايما النادي الاهلي سباق بالجزئيه ديت، والارقام بتتكلم. خلينا نتكلم بكل امانه، مش احنا عشان قاعدين هنا في قناه النادي الاهلي او منتمين لكيان النادي الاهلي، خلي بالكم. ولما خسرنا قلنا خسرنا، ولما بيكون في حاجه طبعا بنقول يعني، لكن احنا بنتكلم دايما بنتكلم على بطولات، بنتكلم على مشوار طويل قوي. اصل البطوله دايما كلمه بطوله دي معناها انه مشوار طويل. وانت الموسم ده كان موسم عصيب، موسم استثنائي طبعا، على الكل على الكل. يعني لو خرجنا في موضوع كورونا ده على الجميع، لكن تحديات النادي الاهلي كانت كبيره جدا جدا، وكلنا عارفين ايه اللي كان اللي بيحوم حوالين النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، والاشاعات اللي بتطلع ومحاربه من هنا ومن هنا لحد دلوقتي لكن ده انت. الرد بتاعنا يا سلام دايما هو ده الرد بتاعنا. البطوله في الملعب، كل ما تكسب بطوله الرقم. صحيح. تكسب بطوله بترد، تكسب بطوله بترد، تكسب مباراه بترد، كل دوت الرد طبيعي للنادي الاهلي هو دايما المكسب ودايما البطولات ودايما تحطيم الارقام القياسيه. موسم صعب علينا، رقم 42 في موسم فعلا كان صعب جدا. لما بنتكلم على صعب جدا ناس تقول لك ما هو على الكل صعب جدا، لا انا بتكلم صعب جدا من وبكلم جماهير النادي الاهلي اللي عارفه بالظبط كان صعب قد ايه. الحاجات كتيره، كورونا واشياء اخرى. الاشياء يعني الاخرى هي الاصعب يعني الكورونا يعني على الجميع، لكن التحديات اللي قابلت النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي تحديات كبيره جدا جدا على المستوى الاداري، على المستوى الفني. لكن في ظل كل دوت النادي الاهلي بيكسر الارقام وبيتكلم بلغه الارقام. يعني النادي الاهلي اقوى هجوم واقوى دفاع وافضل مدير فني وافضل اداره، الاداره كمان وفرت كل سبل النجاح. جماهير النادي الاهلي، انا دايما بقول جماهير النادي الاهلي هي نمره واحد، جماهير النادي الاهلي هي حائط الصد، هي ليها كل التحيه والتقدير رغم كل الظروف الصعبه دي، لكن سبورت للنادي الاهلي. النادي الاهلي يعني اتحمل كتير فعلا، لكن دايما فرحتنا بتبقى كبيره، وان شاء الله الفرحه الاكبر باذن الله هتكون على مستوى البطوله الافريقيه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله، وده مش هيحصل غير بالجهد وبالاخلاص وبالانتماء الحقيقي. صحيح. النهارده صحيح. بقى واحنا بنتكلم عن الاهلي وقد ايه النادي الاهلي رقم واحد، ولما تيجي تقول كلمه رقم واحد دي معناها ان الكل بينظر لك. صحيح. والكل بيحاول يقلدك، ومش بس كده، الكل بيلجأ لك علشان يستفيد من خبراتك. مظبوط. ويستفيد من اللي عندك ومن تجاربك اللي هي اوريدي رقم واحد. صحيح. النهارده الاهلي بيستقبل نادي او وفد نادي سامبا التنزاني. النهارده الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي استقبل باربرا جونزالو، ودي طبعا رئيسه نادي سامبا التنزاني، وكان معاها وفد طبعا بيضم دي رئيس التنفيذي، وكان معاها عدد من الاعضاء، وكان في يعني مجلس الاداره استقبلهم في زياره رسمية زي ما قلت لحضراتكم، في استفادة من خبرات النادي الأهلي في كل المجالات الرياضية، مش بس المجالات الرياضية، وأيضا في مجال التسويق، في مجال الإعلام، في مجال الإعلان، وده الدور اللي دايما بيحاول الأهلي أنه يعززه، هذا الدور الإيجابي بيعززه مع جميع الأندية الرياضية في على المستوى الأفريقي. طبعا إحنا عارفين أن أشقائنا إحنا جزء من أفريقيا، واحنا الداعم الرئيسي لأشقائنا في أفريقيا. النهاردة الوفد ده
كان بيرافقه طبعا الصحفيه حنان الزين اللي انتم شايفينها دلوقتي على الشاشه، دي مدير التراخيص واللوائح في النادي الاهلي. اصطحبت الوفد في زياره كده تفقديه في الجزيره، وطبعا كانت بتعرف الوفد النهارده اللي كان بيزور النادي على بقى جميع المنشآت الرياضيه هناك، دولاب البطولات التاريخي برضو، ملعب التتش زي ما انتم شايف ده الملعب، لا مش ده اهو دولاب ده دولاب انا مش شايفه ده كويس طبعا لا ده طبعا ده طبعا شكل مميز جدا وصوره رائعه. يعني احنا دايما بنتكلم اسهام ان دايما التطوير، حتى التطوير الناس بدات تبص للنادي الاهلي نادي كبير يعني. النادي الاهلي طبعاً. نادي كبير جدا وبدا النادي الاهلي هو يكون منطقه جذب لانديه افريقيا زي ما شفنا ان هو كمان يجي ويستفيد من خبرات النادي الاهلي. النادي الاهلي هو نادي القرن الافريقي، النادي الاهلي هو نادي البطولات، وبالتالي بدات الانديه الافريقيه بتعمل زيارات وبتعمل لقاءات مع مجلس الاداره وبتقول على جميع المستويات على جميع المحاور على التطوير. يعني النهارده كابتن الخطيب بيهدي علم وقميص النادي الاهلي لوفد سيمبا التنزاني، ده دليل ان النادي الاهلي زي ما احنا شايفين في الصوره ده طبعا تيشيرت النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب بيهديه طبعا مع شعار وهدايا اخرى لنادي سيمبا التنزاني. زي ما بقول لقطه رائعه جدا دي، يعني دي لقطه بصراحه كفايه انها ترد على كل الكلام اللي اتقال الفتره اللي فاتت، كل الكلام ان احنا بنشوف نادي افريقي بيجي يستفيد من النادي الاهلي، عايز يستفيد من خبرات النادي الاهلي، النادي الاهلي هو شايفه هو النادي الاكبر على المستوى الافريقي، ان في زياره زي ديت والزيارات تتوالى ان شاء الله على زياره النادي الاهلي، مجلس الاداره بيقدم كمان الدعم على المستوى الفرق الافريقيه، مستوى الدعم على المساعده ازاي النادي الاهلي بيخطط، ازاي النادي الاهلي بيحصل بطولاته، فصوره رائعه بصراحه، صوره يعني تدعو للفخر. وان انت كمان تكون في خدمه الانديه الاخرى اللي في القاره الافريقيه فهو ده النادي، وهي دي الاواصر الحقيقه اللي دايما بيحاول النادي الاهلي الاكثر شعبيه في افريقيا انه يعززها. علشان كده النهارده الكابتن محمود الخطيب كان في استقبال وفد نادي سيمبا زي ما قلنا لحضراتكم النهارده، وكان حريص كمان خلال اللقاء ده على انه يرحب طبعا بخلاف انه يرحب بالوفد التنزاني الحديث عن هذه العلاقات التاريخيه اللي بتربط الاهلي بسامبا، واكد طبعا على الدور المحوري النادي القرن في خدمه الانديه، انديه القاره الافريقيه، وزي ما قلت لحضراتكم انت بس مش بس داعم، انت بتنقل خبراتك وبتنقل كوادرك في كل المجالات، مش بس في الكوره، في كل على جميع المستويات. لا صحيح، على جميع المستويات. الاعلان بالظبط، احنا دايما بيكون في زي ما بنقول احنا نفسنا كده حد من مصر يطلع يروح المانيا او يروح انجلترا او يروح بلد متقدمه على المستوى يستفيد ويفيدنا يستفيد. وبالتالي بدات زيارات علشان النادي الاهلي هو نادي قرن الافريقي، هو النادي الاكبر على المستوى الافريقي، وزي ما قلنا الاستفاده ما بتكونش بس في مجال كره القدم، لا احنا بنتكلم على استفاده، مجلس اداره بيدي استفاده على مستوى التخطيط، ازاي احنا شفنا قبل كده الاهلي 2050 على مستوى المستقبل بيخطط ازاي، على مستوى البطولات نفسها في جميع الالعاب بيخطط ليها ازاي، على مستوى المشروعات، على مستوى الاستادات اللي ان شاء الله واستاد الاهلي اللي هيتفتح قريب. نادي سيمبا التنزاني ده نموذج صغير بيقول ان النادي الاهلي او بيدل ان النادي الاهلي ده هو نادي القرن الافريقي، هو النادي الاهلي هو النادي الاكبر افريقيا. مش بس بنتائجك، الخبر ده بيقول كمان باحتوائك لاشقائك في افريقيا. طبعا ده مهم انت جدا. لما بتحتاج الدعم بتلاقيه على طول من قبل النادي الاهلي. طبعا الوفد التنزاني برضو هو ابدى الرغبه ديت، ابدى رغبته في انه عايز يستفيد من خبرات النادي الاهلي في المجال التسويقي والمجال الاكاديمي. على فكره المجال الاكاديمي مجال مهم جدا جدا، يعني مثال يحتذى به في النادي الاهلي، زي ما قلنا برضو لحضراتكم في مجال الاعلام، المجال التعاقدي النهارده خلاص انت بعد ما حولت نادي سامبا لشركه مساهمه، ده الكلام ده من 3 سنين، فخلاص آن الاوان بقى انه يتم الاتفاق على انه يقوم نادي سامبا التنزاني تقديم تصور شامل لأوجه التعاون المطلوبة خلال الفترة اللي جاية ما بين الناديين علشان يدرس ويستفيد ونستفيد. صحيح ليه؟ صحيح التجربة مفيدة جدا، وكمان خلينا نتكلم ان الرئيس التنفيذي سيمبا التنزاني قال ان الاهلي فخر افريقيا،
يعني هو بنفسه قال الاهلي فخر افريقيا والتعاون مع النادي الاهلي هو شرف كبير جدا جدا. اعرف طبعا باربارا جونزاليس دي رئيس التنفيذي لنادي سيمبا التنزاني عن سعادتها كبيره جدا بزياره مقر النادي الاهلي في الجزيره، واكدت ان انها لحظه تاريخيه بالنسبه ليها انها تتواجد داخل جدران نادي القرن الافريقي، وقالت زياره اليوم زياره رائعه، فقد حضرت وشاهدت التاريخ داخل النادي الاهلي، نادي الاهلي نادي عملاق، عملاق القاره الافريقيه، وبالطبع طبعا يعني بتتطلع يعني لتكرار هذه الزياره في المستقبل القريب. اضافت كمان بحثنا مع الكابتن محمود الخطيب سبل التعاون بين نادي سيمبا والنادي الاهلي الذي تسعى للاستفاده منه طبعا زي ما اتكلمنا في جميع المجالات، لما يمتلكه النادي الاهلي من خبرات واسعه، طبعا هو سيد القاره زي ما بتقول، وبتطلع انها في الفتره اللي جايه كتلاميذ تتعلم من النادي القرن هو النادي الاهلي، وصاحب طبعا دايما النادي الاهلي صاحب السبق دائما في كافه المجالات. طيب احنا بقى هنا عايزين نقف عند الكلام اللي قالته الرئيس التنفيذي لنادي سامبا، والكلام الكبير عن ان دي لحظه تاريخيه بتشهدها وبيشهدها ناديها. احنا معانا كابتن ربيع ياسين علشان يعلق معانا على هذا الموضوع. اهلا بيك يا كابتن ربيع. اهلا بيك كابتن سام، صحتك. اهلا بيك يا كابتن. كابتن ربيع بنرحب بيك، مساء الخير عليك. ومبروك الدوري، يعني كلمه انت متعود عليها، كم مره سمعتها كابتن كلمه مبروك الدوري دي؟ اهلا بيك كابتن هاني، مبروك للنادي الاهلي طبعا، البطوله رقم 42، مبروك البطوله رقم 5 على التوالي. صحيح. مبروك لمجلس الاداره، مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك للاعبين، مبروك للجماهير، مبروك لكل الاجيال، وده النادي الاهلي واحنا متعودين يا هاني. طيب. احنا نقول مبروك على الدوري، الدوري ده بفضل الله تعالى حاجه خاصه جمهور النادي الاهلي. صحيح. مجهود كبير، اتفضل اتفضل. اهلاوي اهلاوي، الدوري اهلاوي. دوري عارف مكانه فين؟ عارف مكان. في الجزيره دايما في مكانه، يعني لما باخد كده من المسجد وابص على الشمال الاقي الدرع المفروض منور الدنيا، ولا ناس بتتصور معاه ما شاء الله ولا قوه الا بالله. يعني بطوله مفضله الجميع بيتعب فيها، الاهلي منظومه كامله متكامله، الجميع بيخاف على الكيان، الجميع بيحب الكيان، الجميع عاوز يبدع الكيان ويحطه في المقدمه، هو ده ميزه انتصارات النادي الاهلي. بيتعب ادارته، بتتعب جمهوره، بيتعب لاعبيه، بيكتبوا عن جداره، جمهوره جمهور وافي جدا، المدربين احسن المدربين بيجوا في النادي الاهلي. اللي اقصده ان الجميع بيشتغل عشان يكسب البطوله، مش الجميع بعشوائي، لا احنا منظمين جدا، احنا منسقين جدا، احنا شاطرين جدا جدا، احنا بنحب بعض جدا جدا، فالمنظومه بفضل الله تعالى عشان كده الدوري كتير، ما فيش 42 بطوله بتروح نادي واحد. صحيح. الا بالايه يا كابتن هاني؟ مظبوط. الا بالجهد والكفاح والاخلاص والالتزام والتركيز والتخطيط والنظام والحب والتعاون. انا بهني اداره النادي الاهلي وبهنيكم طبعا، وبنهني انفسنا واحنا سعداء جدا 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 بدرع النادي الاهلي، لانه بقى في مكانه المفضل هو النادي. كلامك كابتن ربيع كلام مظبوط جدا، وباخد دايما من كلامك كابتن ربيع، حضرتك كابتن كبير وكابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر، وياما كسبت بطولات كتيره جدا جدا. السر في بطولات النادي الاهلي اعتقد في جزئين، العمل الجماعي زي ما حضرتك بتتكلم كده، ان ما فيش حد واحد بينسب هذه البطوله لنفسه، لو ايا كان، لو رئيس مجلس اداره او مدرب او لعيب، الكل بيقول ان هذه البطوله او بطوله الدوري هي نتاج لجميع العاملين في منظومة كرة القدم، محدش بينسب النجاح لنفسه لوحده أبدا. والجزء الثاني كمان اللي حضرتك بتكلم عليه، أن النادي الأهلي دايما دايما بينظر لرقم واحد، عمرنا ما بصينا لرقم اثنين ديت خالص، احنا بالنسبة لنا رقم واحد هو دايما، هو ده الرقم النادي الأهلي بيجري وراه. طبعا بص يا كابتن، احنا كل اللي بيدخل ويشتغل تعب باسم النادي الأهلي بيوطي، مفيش هو صحيح. اصغر واقل من الكيان، الكيان هو الكبير، الكيان هو النجم، الكيان هو المنظومه، الكيان هو خد بالك هو التوب بتاعنا يعني الكيان. طبعا فعشان كده كلنا صغيرين بما فيهم رئيس مجلس اداره مظبوط عشان الكيان مظبوط، هو ده سر نجاح النادي الاهلي. مظبوط يا كابتن، بنحب بعض، كلنا بنحترم بعض، كلنا بنحب النجاح. شوف يا هاني الهزيمه النهارده بتسبب لنا ايه؟ كنا بنقعد في المده بتوع المباراه. مظبوط. بنقعد نعيط عشان المباراه، ازاي بنقابل الجمهور؟ ازاي ما نحافظش على الكيان؟ ازاي ونيجي من الصبح بدري عشان نقعد وعشان نصحح اخطائنا وعشان نشتغل وعشان ناكد ايجابياتنا؟ مظبوط يا كابتن. الحمد لله، فالكيان منظومه كامله، كل اللي بيجي بيحبه، كل اللي بيجي عاوز يخدمه، كل اللي بيجي يفضل الكيان على نفسه،
عندنا روح طيبه، عندنا عتبه جميله جدا، عندنا تفاهم، عندنا انسجام، عندنا احترام يا كابتن ربيع، احترام والتعامل باحترام في كل المستويات. ده نقطه مهمه جدا، انك احترام رئيس مجلس اداره لاعضاء مجلس اداره، احترام رئيس مجلس اداره للاداره الفنيه للاعبين، احترام اللاعبين الصغيرين للكبار، احترام اللعيبه لمدربهم، يعني طبعاً الاحترام طبعاً ده كمان ده مدرسه، مدرسه النادي الاهلي. بص يا هاني، انت في يوم من الايام فلحت صغير، وانا عندك 20 سنه واحنا كنا كبار، مظبوط، ما اختلفناش لحظه. صحيح، شوف كنا امبارح، تعالى هاني اقعد هاني. صح، يعني بص، الصغير بيحترم الكبير والكبير بيحترم الصغير، دي مدرسه النادي الاهلي. تعالى شوف مدرسه النادي الاهلي بره في الخارج، اي مدرب في النادي الاهلي النهارده بيخرج يشتغل بره، شوف جهد العمل والكفاح والاخلاص والانتظام، بيترك بصمه فنيه رائعه، شغل مش بتاع اي حاجه في اي حاجه. فدي مدرسه احنا بنبقى، انا شخصيا بتشرف ان انا كنت في يوم من الايام لاعب في هذه المنطقه، وبحب النادي الاهلي وافضل احبه لحد ما اموت طبعا، ويشرفني ان انا وقتي كله بضيف النادي الاهلي، واحب اشوف النادي الاهلي في المقدمه بصرف النظر عن اي حاجه، دايما في المقدمه، ويفضل في المقدمه ان شاء الله. دايما يا كابتن تبارك على الدوري دايما باستمرار بامر الله ان شاء الله. مكانه النادي الاهلي في مصر وفي الوطن العربي وفي افريقيا كبيره جدا والكل يعلمها، وده مش غريب عن الاهلي كابتن ربيع. لكن النهارده لما الوفد التنزاني يزور النادي الاهلي، ده برضو مش اول مره تحصل، في وفود سابقه عملت هذه الزيارات، يعني في زيارات كانت لوفود سابقه للنادي الاهلي كانت برضو للاستفاده من خبرات والانجازات اللي بيحققها النادي الاهلي. طبعا يا استاذ، انت حضرتك النادي الاهلي قيمه كبيره جدا مش في الوطن وفي افريقيا. انت حضرتك جربي لما تسافر افريقيا مع النادي الاهلي في بعثه، هتشوف النادي الاهلي في افريقيا عامل ازاي؟ الناس بتستقبله ازاي؟ الناس بتتفرج عليه ازاي؟ الملعب بيتملي ليه؟ عشان النادي الاهلي القيمه والنجوم الكبار، النادي الاهلي مدرسه في كل مكان، فالناس بتفهم طبعا، الناس بتفهم، ناس عاوزه تتعلم، ناس عاوزه تكسب، ناس عاوزه توصل اللي وصل له الكيان. فطبعا يا استاذ احنا في افريقيا لو تشوف النهارده من اول ما نركب الطياره لحد ما ننزل لحد الملاعب، تشوف الاجواء اللي بعيشها، الاستقبال والاجواء والاحتفالات طبعا طبعا. فالناس دي انا اقصده ان الناس فعلا جايه وعارفه النادي ده قيمه كبيره وانتصارات وروح، فعاوزه تتعلم، فبتفهم، فعاوزه توصل للي عاوز توصل له الكيان. فدي طبعا حاجه احنا بنشكرهم عليها، وهو ده الكيان الكبير ودي مكانته، بس هي بفضل الله ثم فينا كلنا باجيال النادي الاهلي المتواصله بالناس الرؤساء المحترمين، الجمهور الكبير بادارته كبيره بالامكانيات والتخطيط والنظام وكل حاجه كويسه، فهي منظومه كامله متكامله، يعني بنشكر ربنا عليها سبحانه وتعالى، وان شاء الله يا رب. واحنا بنفرح باللقب يا كابتن ربيع، مش عايزين ننسى ان احنا عندنا بطوله مهمه. الرساله برضو اللي حضرتك توجهها للعيبه، واحنا مقبلين على خلاص يعني البطوله الافريقيه، احنا في العد التنازلي، حضرتك تقول لهم ايه ابرز نصايح حضرتك؟ يعني نصايحي طبعا ان احنا كلنا منتظرين افريقيا. افريقيا الملايين اللي بتحبكم وبتحب الكيان منتظره بطوله افريقيا. انتوا قادرين بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم التزامك وتركيزك واصرارك ورغبتك في اتحاد الجمهور ورفع اسم الكيان هتيجي بالتعب والجهد. مظبوط، 180 دقيقه تعب وجهد وكفاح واخلاص وجري وتحملات وفنيات وجميع خطط كبيره جدا. المدرب دوركم مع الجهاز الفني مهم جدا في اخراج ال 180 دقيقه الفنيه. احنا منتظرين ومتفائلين وبندعي لكم وفي ظهركم، وان شاء الله ان شاء الله البطوله المره دي هتبقى في النادي الاهلي بمشيئه الله تعالى ان شاء الله. ان شاء الله كابتن ربيع، واحنا فخورين ان كابتن ربيع كمان جزء وكيان من النادي الاهلي. كابتن ربيع ياسين من اللاعبين انا اللي تشرفت وزميلته في الملعب، يعني خلقا ولعبا. احنا نتشرف كمان يا كابتن ربيع انك تكون واحد من ابناء النادي الاهلي، ودايما كده منورنا في بيت في بيتك في بيت الكبير في النادي الاهلي، ونتمنى لك انت كمان على المستوى التدريب وعلى مستوى المنتخب الشباب ان شاء الله كل التوفيق في المشوار اللي منتظر حضرتك في الايام اللي جايه. شكرا يا كابتن هاني، شكرا يا كابتن سام، منورين الدنيا، شكرا ودايما الدرع منور الدنيا يا رب كده، والتوفيق والنجاح دايما. اشكركم كثير، اشكركم. شكرا يا كابتن ربيع، ومبروك علينا. مبروك، الف مبروك. مبروك يا كابتن ربيع. طبعا
يعني مكانه النادي الاهلي، مكانه النادي الاهلي في افريقيا والوطن العربي مكانه كبيره جدا جدا، وده اللي بنشوفه وعلى مستوى العالم. يعني احنا بنتكلم مش غريب طبعا على النادي الاهلي، مش غريب ان يكون هذا الالتفاف حول النادي الاهلي عندنا. يعني نروح بقى لفريق كرة القدم، يعني فريقنا خلاص احنا زي ما تعودنا ومتعلمين النادي الاهلي بيكسب بطولة تاني يوم بيفرح كلنا بنفرح، لكن على طول بنقفل الصفحة ونبدأ نبص على اللي جاي. الملف اللي جاي طبعا تركيز على المباراة اللي جاية، عندنا مشوار مهم جدا ومنافسات قوية جدا جدا، وهدفنا اكيد زي ما احنا متعودين هو المركز الاول والبطولة الافريقية. تعالوا نشوف تقرير عن فرقتنا الفريق الاول ونرجع نكمل اخبارنا. النهارده فريق النادي الاهلي استأنف تدريباته بعد طبعا الراحه السلبيه اللي حصل عليها لمده 24 ساعه، وطبعا بعد التعادل بدون اهداف امام مصر المقاصه يوم السبت اللي فات. وطبعا كان على هامش المران النهارده كان في محاضره ريني فايلر المدير الفني للاهلي يعني عقدها، محاضره نظريه مع لاعبي الفريق. تحدث طبعا عن انطلاق يعني قبل انطلاق المران خلال المحاضره ديت عن أهمية المرحلة اللي احنا فيها والمرحلة اللي جاية، وطالب اللعيبة بغلق صفحة التتويج بالدوري والتركيز يعني خلاص فيما تبقى من مباريات محلية علشان يجهزوا بعد كده للمشوار الأفريقي الصعب. صحيح القادم. يعني إن شاء الله دايما بنقول مبروك، اللي فات يمكن فات لكن اللي جاي أصعب كمان، على مش على مستوى الجماعي بس، النهاردة فايلر كمان على مستوى الاجتماعات الفردية عجد. يعني النهاردة فايلر قعد مع رامي ربيعة مدافع الفريق، طبعا ده على هامش التدريبات الجماعية، وكان في جلسة ما بينه وما بين رامي ربيعة ببعض الملاحظات الفنية، بعض الملاحظات حتى المعنوية. احنا عارفين رامي ربيعة من اللعيبة المميزة جدا وعنصر مهم في خط ظهر النادي الأهلي، وكان ليه بصمة واضحة جدا في مشوار النادي الأهلي رغم إصابات يمكن اللي مر بيها رامي، لكن دايما رامي بيأدي بأداء رجولي جدا جدا. نتمنى له إن شاء الله الفترة اللي جاية أن تبعد عنه الإصابات ويكون موجود بصفة مستمرة في خط ظهر النادي الأهلي. أكيد. ومحمد الشناوي كمان، محمد نجم الأهلي النهاردة كان برضو يعني حريصين جدا، طبعا مدرب الحراس المرمى كابتن يانكن ميشيل كان حريص على أنه يؤدي تدريبات منفردة مع محمد الشناوي، وخصص طبعا جزء من المران مران اضافي للشناوي حارس مرمى طبعا الفريق على هامش المران الجماعي مع زمايله. طبعا ميشيل كان برضو حريص على اعداد فقرات فنيه خاصه لمحمد بشكل منفرد زي ما قلنا، بالاضافه لمشاركته في الفقرات التدريبيه لمران الحراس بالكامل. ثلاثي حراس مرمى الاهلي شناوي مصطفى شوبير حمزه علاء النهارده كانوا بيؤدوا تدريبات قويه جدا على هامش المران الجماعي الفريق زي ما قلنا. اكيد محمد الشناوي زي ما بنتكلم ويمكن جماهير النادي الاهلي بتتكلم على دايما محمد الشناوي، هو في اعتقادي مع وجود نجوم كتيره جدا في الدوري، لكن هو محمد الشناوي اعتقد هو النجم، نجم الموسم، النجم نقول النجم الساطع خلال نجوم النادي الاهلي خلال مشوار الدوري. محمد الشناوي بيأكد تاني ان هو حارس الرقم واحد في مصر، بيأكد تاني ان هو عنده طموحات كبيره جدا محمد الشناوي على المستوى المعنوي، وده بتكلم وانا عارف محمد كويس، لما بيكون لعيب وصل لهذا المستوى من الاداء الضغوط بتبقى عليه اكبر، الطموحات بتبقى عليه اكبر، وبالتالي تمرينه لازم بيزيد بشكل مميز جدا. بتكلم على التمرين التدريب البدني، هو ما شاء الله ما بيكسلش وتدريبه البدني على اعلى مستوى، لكن التدريب الذهني وده اللي بيقوم بيه ميشيل طبعا مدرب حراس المرمى، ان التدريب الذهني يا كمان سهام، انت لما بتوصلي لنقطه معينه وبتبقى انت نجم في 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 البوزيشن دوت وبتحقق ارقام قياسيه وبتكون يعني الحارس الامين للنادي الاهلي، ده لازم يكون كمان تدريبات على المستوى المعنوي على المستوى النفسي بتكبر. والمسؤوليه بتكبر، هو قد المسؤوليه، لكن طبعاً. محمد الشناوي يعني انا في رايي نجم كبير جدا، وكان يعني في مواقف كتيره جدا 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 شال فريق النادي الاهلي بشكل صحيح. جيد. المسؤوليه اللي جايه كمان اكبر على مش على محمد بس، على لانه بيتمتع بثبات الحقيقه صحيح. يعني قوي جدا، وغير حماسه وغير برضو احتوائه للفرقه، ودي اهم حاجه افتكر ده عامل اساسي طبعا، وانت شفت ده طبعا. فمحمد الشناوي لا، محمد الشناوي من اللي تركوا بصمه الموسم ده، وزي اللي احنا اكدنا عليه وكابتن وائل جمعه اكد عليه وكل تقريبا يعني من حضروا للبيت
الكبير بيأكدوا أنه محمد الشناوي فعلا بصمة وفعلا من اللعيبة المؤثرين مع الفريق النادي الأهلي. لسه مع واحد برضو بقى من المؤثرين مع النادي الأهلي، والنهاردة يمكن بنحتفل بعيد ميلاده، جيلبرتو النهاردة بيحتفل بعيد ميلاده 38، واحد من الأهلوية الكبار اللي حققوا إنجازات مع النادي الأهلي، وهو طبعا من أنجح الأفارقة يمكن اللي انضموا لصفوف النادي الأهلي في تاريخه، بعد طبعا ما حفر اسمه في قلوب الأهلوية وذاكرة الجماهير. النهاردة لما بنتكلم عن جيلبرتو فهو يمكن خاض مع الأهلي يمكن 8 سنين، 8 سنين كلهم بطولات، كلهم إبداعات. هنروح دلوقتي نشوف تقرير عن جيلبرتو واحنا بنحتفل بيه وبعيد ميلاده 38، وبنقوله كل سنة وانت طيب. هو أحد أنجح الأفارقة الذين انضموا لصفوف النادي الأهلي في تاريخه، بعدما استطاع أن يحفر اسمه في قلوب وذاكرة الجماهير، وكان من أهم العناصر في منتخب بلاده منذ عام 2002. بيحرجم عليها من الصبح جيلبرتو، والهدف الأول للنادي الأهلي في هذا المقام سيباستياو جيلبرتو. إنه الغزالة الأنغولية فليسبريتو سيباستياو جيلبرتو الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده 38. جيلبرتو من مواليد 21 من سبتمبر عام 1982، بدأ مسيرته الكروية عام 2001 مع نادي بيترو أتلتيكو، لينتقل منه إلى صفوف القلعة الحمراء عام 2002، وشارك مع النادي الأهلي في 280 مباراة وسجل معه 6 أهداف، كما نجح مع المارد الأحمر في الفوز ب6 ألقاب للدوري، و3 بطولات لكأس مصر، و3 بطولات لدوري الأبطال الإفريقي، و4 كؤوس للسوبر الإفريقي، و5 للسوبر المحلي. ونتيجة لمواقفه الإنسانية البارزة مع الأهلي، أطلقت عليه جماهير الأحمر لقب ابن النادي، أسوة بلاعبي القلعة الحمراء الذين تركوا بصمات في الفريق دونت بحروف من ذهب في التاريخ. وفي عام 2010 يرحل جيلبرتو عن القلعة الحمراء بعد أن خاض معها 8 سنوات كاملة مع البطولات والألقاب، وتألق كثيرا في الملاعب المصرية والإفريقية. لينتقل بعدها إلى صفوف نادي ليرس البلجيكي، ثم ينضم إلى صفوف فريق آيا ليماسول القبرصي، ليختتم مشواره ومغامراته مع الساحرة المستديرة لاعبا بصفوف نادي بيترو دي لواندا بالدوري الأنغولي، حتى جاء وقت إعلان اعتزاله اللعب رسميا في عام 2015. وفي لفتة طيبة يقوم بها دائما الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، نشر على حسابه الرسمي اليوم فيديو لأفضل لمسات جيلبرتو مع الأهلي ومسيرة صناعته للأهداف الرائعة في القلعة الحمراء، وهنأه قائلا: عيد ميلاد سعيد لساحر الجبهة اليسرى لاعب منتخب أنغولا والنادي الأهلي السابق جيلبرتو. أبدا لن تنسى جماهير الأهلي العريضة لاعبها المفضل جيلبرتو بسبب مواقفه النبيلة ومشاعره الفياضة تجاه القلعة الحمراء، والتي من أهمها رفضه تحمل النادي الأهلي تكاليف إصابته في وتر أكيليس التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الأنغولي عام 2006. ولكن لرد الجميل للاعب، تحمل النادي الأهلي تكاليف علاجه من أجل عودته سريعا للملاعب، إلا أن جيلبرتو في أول انضمام له لمنتخب بلاده
طالب المسؤولين في اتحاد الكرة الأنجولي بسداد تكاليف إصابته للقلعة الحمراء، فقد أكد الساحر الأنجولي من قبل أنه لن ينسى فضل النادي الأهلي. كل سنة وانت طيب يا جيلبرتو. كل سنة وانت طيب جيلبرتو. مين اللعيبة المميزة؟ وكنا بنتكلم دايما على اللعيبة الأفارقة اللي يعني كان وجودهم في النادي الأهلي، دايما بيجي اسم جيلبرتو. لاعب عظيم من ناحية الجبهة اليسرى، لعيب مميز جدا جدا، وزي ما شفنا في التقرير انه كمان من محبي النادي الأهلي وكيان النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي طبعا بتعشق جيلبرتو، وخلاص بقى واحد مننا وبقى ابن النادي. لو في ناس بتسمي اسميها كده يعني، في نيك نيمز كتيرة يعني جيلبرتو مش عارفه ايه، وهي مش عارف يعني فاهم اللي هو فيه اسامي كده كتير قوي. لا جيلبرتو على على اسمه يعني. طبعا يعني من حب الجماهير كمان في بعض الناس بتسمي طبعاً جيلبرتو يعني حد بيكون عنده مولود جديد. لا بقول لك حتى من الحاجات الظريفه، مش مولود بقى يقول لك ده معروف مثلا في الشارع بجيلبرتو، يعني ده معروف في الشارع مش عارفه بايتو، انت فاهم يعني في حاجه، في ناس كده. هو طبعا في شباب كتير يعني بنتكلم دايما ان جيلبرتو يعني هو في عصر طبعا من العصور الذهبيه للنادي الاهلي، يعني كمان ليه بعيدا عن الفنيات هو لعيب كويس ومميز ما فيش شك من دوت، لكن على جانب اللي احنا بنتكلم عليه دايما انه كان بيقدر الكيان كويس قوي وعارف حب الجماهير ليه وعاشق للكيان، زي ما شفنا في التقرير الراجل اتعور مع منتخب بلده، النادي الاهلي قال له احنا هنعالجك ما رضاش، والنادي الاهلي عالجه فرجع لمنتخب بلده قال له لا لازم تدفع للنادي الاهلي، بيحب الكيان على فكره، على تواصل دايما مع الجماهير. انا يعني من خلال على الانستجرام وعلى الفيسبوك دايما جماهير النادي الاهلي بتفتكره، فبنقول لجيلبرتو كل سنه وانت طيب، 38 سنه كل سنه وانت طيب، وان شاء الله عمر مديد باذن الله. لسه مع حضراتكم، نطلع فاصل صغير ونرجع معاكم نكمل اخبارنا. لسه مستمرين مع حضراتكم في البيت الكبير. النهارده الحقيقه كان في قرارات مهمه جدا للجنه الانضباط في اتحاد الكوره برئاسه المستشار سيد بنداري، والحقيقه كان في عده قرارات عايزين نقول لحضراتكم ابرزها وبعدين هنعلق على الخبر لانه اعتقد مهم جدا يا كابتن حلمي. النهارده تم منع رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة 6 مباريات وغرامة مالية قدرها 200,000 جنيه، غرامة 200,000 جنيه. ثانيا توبيخ السيد كمال فريد المدير الفني لفريق العاب دمنهور، وتم تحذيره بفرض عقوبة حال تكرار المخالفة. ثالثا إيقاف السيد محمد رمضان مساعد مدرب فريق بلدية المحلة لمدة 1 مباراة، والسيد حسام نور الدين رئيس المركز الإعلامي في النادي 3 مباريات. رابعا حفظ الالتماس المقدم من نادي FC مصر برفع العقوبات الموقعة من اللجنة ضد بعض العاملين بالفريق والإبقاء على العقوبات كما هي. خامسا توقيع غرامة مالية على ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة 50,000 جنيه لما بدر منه من اتحاد الكورة. 5 قرارات مهمة جدا، بس الأهم انك تفعل القرارات دي، انك تعمل على إعادة يعني ضبط المعايير. نفسي اشوف المشكله سامي ان مفيش معايير للاسف، يعني الموضوع ده انت تحددها يا كابتن، واحنا نحددها لما يكون في حتى في سقف يا جماعه للكلام اللي بيقوله المسؤولين. سهام في الفاظ بتطلع من مسؤولين كبار، انا على المستوى يعني انا ماليش حتى في الكوره بقول ازاي الالفاظ دي بتطلع، وازاي التصاريح دي ممكن يصرح بيها مسؤول موجود دايرة حاجة اسمها دايرة رياضية أو روح الرياضة أو في الرياضة. يا جماعة الأمور زادت عن حدها جدا، والتصاريح اللي بيطلع بيها المسؤولين وبيطلع بيها بعض رؤساء الأندية مع احترامي للجميع دي ملهاش دعوة بالكورة، ملهاش دعوة أبدا بالجو الاحترافي. ده لو في حاجة حصلت في، مش هقولك بقى في ألمانيا ولا لو في حاجة زي دي بتحصل أو لفظ ده بيطلع زي دوت من رئيس نادي أو التجاوز من مسؤول في اي حته في العالم،
ده الراجل ده مش هتوقف ولا هيتخصم منه 1000 جنيه ولا 200000 جنيه ولا 300. الراجل ده يقال. الراجل ده مش هيكون موجود في الساحه الرياضيه. مش موجود. اللي انت اللي بيحصل عندك كارثه بكل المقاييس بتعاني منها الكوره في مصر، بتعاني منها الرياضه. انت يعني انا نفسي القرارات دي يتم تفعيلها فعلا، يتم العمل على اعاده الانضباط. نفسي اشوف، انا قريت من كام يوم كان في كده بوست نازل لما كابتن خطيب راح نادي الزمالك في فتره من الفترات، كان الزمالك عنده تقريبا موقع افريقيه مهمه جدا، وراح لبس تيشرت نادي الزمالك ودعا 30,000 من مشجعين نادي الاهلي حضروا. انت كنت مغلوب هناك 3-0 في الماتش ده، حققت 3-1 تقريبا، كسبت 3-1 هناك و 3-0 هنا. فانت انا عايز الروح ديت، نفسي ترجع تاني الروح الرياضيه. ما الروح دي عمرها ما هترجع يا سام طالما في. ما انا بقول لك، انا بقول لك ليه لا، لان في مسؤولين وفي ناس للأسف مش مقدرين المركز اللي هم فيه. يعني مع احترامي تاني للجميع، ما ينفعش ان رئيس نادي يطلع ويقول يعني انا مش قادر حتى اتكلم اقولها، لفظ سيء جدا على مستوى لاعب، او بينتقد لجنة خماسية، او بينتقد نادي، او بينتقد حكم بشكل، او بينتقد فوزك، او يعني بيحاول التقليل منه، او كل ده لا مش قصدي، لا مش قصدي ان انت يتهمك اتهامات كمان فيما يخص التحكيم ولجنة الحكام، ولا انت بتتهم اتهامات النهارده يعني مش موجوده. انت بتقعد تضحك من اللي انت بتقراه. يعني دي قصة انت عندك حق فيها، يعني لكن انا بتكلم كمان على مخارج الالفاظ. يعني لما كابتن احمد كشري يطلع يقول لك اصلا انا كنت لابس الخاتم بتاع وليد سليمان، يعني انت بتفكر ازاي؟ دي الحاجة، بتكلم ازاي؟ دي الحاجة اللي بقول لك عليها، ان فين الكورة في الكلام والانتقاد. الانتقاد بيبقى ليه صورة معينة، وانا بشتغل في مجال رياضي، وانا مسؤول على زي ما بنتكلم مسؤول على اجيال. لما اطلع اتكلم واطلع بتصريح، لازم التصريح ده يكون على مستوى المسؤوليه وعلى مستوى الكيان اللي انا شغال فيه، لان ده بيعكس مش شخصيتك انت بس، ده بيعكس كمان شخصيه الكيان اللي انت شغال فيه. انا ما بتكلمش على شخص بعينه، انا بتكلم بصفه عامه. احنا بنتكلم الوسط الرياضي والمسؤولين، احنا دايما نقول يا جماعه نبذ العنف والتعصب، المواضيع دي صدقيني لو موجود لائحه قويه في اتحاد الكوره، وده ده مطلب رئيسي ان يكون في لائحه قويه جدا، واللائحه دي تنفذ، ان اي فرد من افراد المنظومه الرياضيه بيخرج عن النص وبيخرج عن سياق الاحترام وسياق الروح الرياضيه، فينتقد حكم، ينتقد زميل، ينتقد مدرب، ينتقد عامل غرفه، ينتقد اي عضو من اعضاء المنظومه الرياضيه، لازم دوت لازم يكون يعني عقوبه صارمه جدا. ولو تقررت العقوبه مش موجود على الساحه الرياضيه. لو عايزين نشتغل صح، احنا اللي بنعمله بقى ايه في الفتره لو دي؟ لو عايزين نشتغل انت صح، انت بتقعد تهزر وبتتفه من التصريحات، وكابتن احمد كشري يطلع يهزر برضو ونطلع نتريق وكذا، بس انت برضو عملت ايه للكوره؟ انت ايه المعايير اللي انت وضعتها علشان تعمل على اعاده الانضباط مره تانية؟ احنا دايما وهنفضل نكرر الكلمه ديت، مفهوم الروح الرياضيه لازم يعود مره تانية يا جماعه. ما ينفعش اللي بيحصل ده يحصل، وما ينفعش الالعن منه انه يستمر. لا ما هو ما ينفعش والله، ما ينفعش انه يستمر. لو استمر، خلي بالك احنا لو الامور استمرت بالشكل ده، خلينا نتكلم بكل امانه بكل صراحه، يبقى على الله، يعني المنظومه مش هتتصلح في الوقت القريب. دايما بنتكلم نفسنا نشوف قرارات رادعه، قرار رادع لازم يفعل. دي نمره واحد، انك تحط قرارات لكل الناس، لكل الناس يعني ان شاء الله باذن الله. انا يعني دايما متفائل، لكن للاسف الاجواء بتخليني دايما متشائم، فخليني دايما متفائل، وان شاء الله الفتره اللي جايه اتحاد الكوره يحط لوائح واضحه جدا. غير اللوائح اللي حطها الكوره، خلينا احنا كمسؤولين او جزء من مسؤولين في الرياضه في مصر نكون عندنا هذه المسؤوليه، ان احنا بنصحح اوضاع، ان يكون انتقادنا بشكل مهذب، انتقادنا في اطار الروح الرياضيه. طيب في نروح الاتحاد السكندري في ازمه. الاتحاد السكندري طبعا بيواجه ازمه، الجهاز الفني طبعا بقياده الكابتن طلعت يوسف، يعني غياب احمد رفعت من اللعيبه المميزه جدا في الاتحاد السكندري، بيغيب اسبوعين عن صفوف الفريق، عنده اصابه في العضله الضمه او تمزق خفيف في العضله الضمه، تعرض ليه طبعا في مباراه المقاولين العرب اللي انتهت بالتعادل 1-1 اللي كانت موجوده او اتلعبت امبارح في الاسبوع ال 28. الدكتور عمرو الاشلم ده طبيب الاتحاد السكندري قال ان اللاعب بيحتاج 3 ايام راحه سلبيه
يبدأ بعد الثلاث أيام يعمل بعض الجلسات والتأهيل اللي تمتد لمدة أسبوعين، يعود بعدها أحمد رفعت للتدريبات الجماعية. طبعا ده يعني أحمد رفعت هيغيب طبعا عن الماتشين اللي جايين. النادي الاتحاد عنده مباراة مهمة أمام إنبي، وعنده مباراة أخرى أمام بيراميدز في الدوري الممتاز. طبعا إصابة أحمد رفعت طبعا غير إصابة أحمد رفعت في مشكلة كمان في قلب الدفاع، كابتن طلعت يوسف بيواجه مشكلة في نقص حاد في صفوف الفريق. عندنا محمد أنور غايب، ده لعيب سيرد باك كويس. محمود رزق غاب طبعا نتيجة للإصابة. عمرو الميداني كمان مصاب، بالإضافة طبعا لاستبعاد نور السيد وتجميده لنهاية الموسم. دي كل دي مشاكل بتقابل الكابتن طلعت يوسف. إن شاء الله بالتوفيق للكابتن طلعت يوسف ونادي الاتحاد السكندري. إن شاء الله نروح لمشاكل أخرى لكن تخص الأخبار العالمية وتخص برشلونة تحديدا وميسي بالأخص. معشوق الجماهير في العالم لسه أزمته مستمرة ومشتعلة بعيدا عن رغبته في الرحيل أو الشرط الجزائي اللي ما دفعش، وانه اكمل خلاص بيواصل النهارده تكمله مسيرته مع البارسا. الا انه في البعض اللي النهارده بيقول لك انه ميسي اصبح هو الحاكم بامره في قلعه كاتالونيا. يبدو أن مشكلة ميسي لا تتلخص في رغبته المعلنة بالرحيل عن صفوف برشلونة والتي لم تتحقق بسبب الشرط الجزائي الضخم في عقده، وإنما الأمر يتخطى ذلك عندما يعترف أساطير البارسا بأن الفتى الأرجنتيني هو الحاكم بأمره في قلعة كاتالونيا. يرى أندوني زوبيزاريتا المدير الرياضي السابق لبرشلونة أن مشكلة ميسي الكبرى في أنه ينافس نفسه. وكشف زوبيزاريتا موقفه من رحيل ميسي في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية قائلا: هناك لاعبون يمثلون أكثر بكثير من مجرد كونهم لاعبين رائعين، وليو واحد منهم. خسارته كان يجب قياسها من منظور خسارة اللاعب نفسه وخسارة المنافسة. كما كشف كواليس حوار دار بين ميسي ومدربه السابق مارتينو عندما كان تاتا مارتينو في برشلونة، قال لميسي: اعلم أنك إذا اتصلت بالرئيس فسوف يطردني، لكن ليس عليك أن تظهر لي ذلك كل يوم، أنا أعرف. حوار مارتينو وميسي الذي كشفه زوبيزاريتا للمرة الأولى يجسد حجم المشكلة التي يمثلها ميسي في برشلونة. فهل يؤثر على تجربة كومان الجديدة أم يرحل بعد نهاية الموسم وينتهي كل شيء؟ ميسي وبرشلونة ما زال العرض مستمر في أزمات برشلونة. الله يكون في عون كومان المدرب أو المدير الفني لبرشلونة. ميسي أكيد عنده طموحات وصعوبات كتير جدا الموسم القادم، لكن خلينا نشوف إيه اللي هيحصل من خلال انطلاق الدوري الأسباني في خلاص الأيام اللي احنا فيها. عايزين بقى نقول كمان على ضيفنا، يعني مشرفنا زي ما قلت في المقدمة ضيف عزيز جدا كان ليه دور كبير جدا جدا اسهام في حصول النادي الاهلي على بطوله الدوري السنه دي. طبعا طبعا كابتن سامي قمصان من المدربين الكبار، مدرب النادي الاهلي اللي ان شاء الله هنروح لفاصل وبعد الفاصل نستقبله في البيت الكبير وحوار في كلام كتير جدا يخص الفتره اللي جايه للنادي الاهلي ومشوار صعب جدا. فقرتنا الحواريه المهمه دي منورنا فيها واحد من أبناء النادي الأهلي المخلصين، مجهوده واضح وهو مدرب الحقيقة بالرغم من صغر سنه، لكن وضع نفسه ضمن أهم المدربين في الدوري الممتاز. النهاردة أعلن عن نفسه بقوة كمدرب واعد لما نجح أنه يقود حرس الحدود علشان يتأهل الدوري الممتاز مرة تانية بعد موسم أكتر من رائع، وبعد كده لبى نداء الأهلي لما طلب منه أنه يكون متواجد ضمن الجهاز الفني للفريق الكروي. معانا دلوقتي المدرب المتميز جدا كابتن سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي. ألف ألف مليون مبروك
والحقيقة يعني أنت مشرف في البيت، البيت الكبير، وموسم عصيب، ومبروك مبروك أن أنتوا فرحتوا الجماهير في النهاية. يعني أولا طبعا مبروك ليكوا الأول على البرنامج دوت ما شاء الله، وأنا مبسوط جدا أن أنا موجود معاكم. كابتن هاني مثل أعلى لينا من أيام إحنا كنا بنلعب، ومدرب وشخصية كلنا بنعتز بيها، ومبسوط طبعا بوجودي مع حضراتكم. منورنا يا كابتن سامي. علي صوتك بس شوية. علي كده وإحنا في البيت، إحنا قاعدين في البيت أزاي؟ يعني إحنا طبعا أنت منورنا. شكرا. ومنور البيت الكبير. جماهير النادي الأهلي كمان يعني معتزة بيك جدا على المستوى الفني، وكمان على مستوى أنت ما شاء الله يعني مدرب واعد، وكان ليك اكيد دور كبير جدا جدا. يمكن الناس ان شاء الله من خلال حوارنا هتعرفوا دور كبير جدا من خلال مشوار طويل جدا وتحقيق بطوله. انا في رايي كابتن سامي من البطولات الغاليه جدا على النادي الاهلي. خلينا نتكلم في كل ده، بس نطلع نشوف تقرير عن كابتن سامي قمصان ونرجع مع حضراتكم. سامي قمصان المدرب العام المساعد في الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، واللاعب الموهوب السابق في الكتيبة الحمراء الذي استطاع أن يكتب اسمه بقوة ويشق طريقه إلى التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر في ظل وجود كوكبة من النجوم الكبار حينذاك. ولد سامي قمصان في 6 مارس عام 1976، وانضم لصفوف الشباب بالنادي الأهلي في موسم 95-96، وعمره آنذاك 19 عاما فقط، ليبدأ من وقتها عزف أنشودة من التألق رفقة الشياطين الحمر، وينجح في كتابة اسمه خلال 5 مواسم فقط بين قائمة أبرز اللاعبين الذين ارتدوا قميص الأهلي على مر تاريخه، قبل أن يرحل عن أسوار القلعة الحمراء في عام 2001. بدأ المشوار مع كرة القدم مثل الكثيرين من أطفال مصر المحروسة في الشارع، قبل أن ينضم إلى ناشئي فريق غزل شبين، وكان يحلم منذ بدأت قدماه في مداعبة الساحرة المستديرة بأن يرتدي قميص النادي الأهلي، وابتسم له القدر حين شاءت الظروف أن يخوض مع فريقه مباراة ودية أمام المارد الأحمر. وعقب نهاية هذه المواجهة سأل عنه بالاسم المدرب الألماني آلان هاريس المدير الفني للأهلي حينذاك، وطلب من إدارة النادي ضم هذا اللاعب الشاب. وبالفعل نجح الأهلي في حسم الصفقة بعد صراع مع الغريم المعتاد الزمالك، لكن قمصان أبى إلا أن يلعب ضمن فريق الأبطال والإنجازات الأهلي. وخلال 5 مواسم بقميص المارد الأحمر حصد سامي قمصان 8 بطولات محلية وقارية، ما بين بطولة الدوري وكأس مصر والبطولة العربية وبطولة إفريقيا. وفي نهاية موسم 2001 رحل سامي قمصان عن النادي الأهلي ليبدأ رحلة جديدة في مشواره الكروي، لعب خلالها لعدد من الأندية، وكانت البداية من بلدية المحلة ثم الإسماعيلي وأخيرا نادي إسمنت السويس. وفي عام 2008 قرر سامي قمصان اعتزال كرة القدم واتجه لمجال التدريب الذي بزغ نجمه فيه أيضا، إلى أن وصل لمنصب مدرب النادي الأهلي لتتواصل الرحلة من جديد مع حلم عمره بالتواجد في القلعة الحمراء. كابتن سامي برحب بحضرتك مرة تانية، منورنا في البيت الكبير. يعني موسم عصيب زي ما احنا كنا بنقوله وبنردد دايما، خاصة بعد عودة استئناف النشاط الكروي مرة تانية، أكيد حسابات أربكة العالم جدا، وخاصة على المستوى الرياضي، وخاصة أو بالأخص على مستوى الجهاز الفني في النادي الأهلي. كلمنا عن الفترة دي وإزاي عديتوا ليها إلى أن تم حصد اللقب في النهاية. اولا طبعا حابب من خلالكم طبعا ان انا ابارك لجمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره والجهاز الفني والاداري والطبي واللعيبه والعمال وكل اللي شارك في منظومه النادي الاهلي. بطوله صعبه زي ما كابتن هاني اتكلم عليها، صعوبتها مش في الملعب قد صعوبتها في المشاكل اللي احنا واجهناها والتحديات اللي احنا واجهناها والصعوبات اللي اعتقد مجلس الاداره عانى منها اكتر
تحملوا كتير جدا، تحملوا حاجات صعبة جدا وتشكيك في قيم ومبادئ النادي الأهلي، لكن رغم كل دوت الناس استحملوا ودونا احنا مثل ودونا احنا قدوة ان مقولة الأهلي فوق الجميع دي فعلا ناس استحملوا حاجات كتيرة في أشخاصهم هم يعني. فاللي انت تبقى ثابت على مبادئ النادي الأهلي واللي انت عاوز تبين للناس كلها ان النادي الاهلي مختلف عن كل النوادي، اعتقد ان هم اكتر ناس جادرين ان هم بالبطوله دي. انما من الناحيه الفنيه اعتقد الحمد لله اللي احنا كنا متفوقين من بدايه الموسم، عندنا سلسله انتصارات متواصله حوالي 16 انتصار قبل ماتش سموحه، اداء الحمد لله كان مرضي جدا، اكتر عدد من الاهداف الحمد لله احنا محققينه، اكتر عدد من الانتصارات، اقل كلين شيت موجود في افضل دفاع وافضل هجوم كله. فاعتقد كل الارقام الحمد لله احنا الافضل فنيا خططيا وكل حاجه. الفتره اللي حضرتك بتتكلم عليها اللي هي الفتره بعد كورونا، ودي كانت ناس كتير عانوا منها، مش احنا بس يعني كل دوريات العالم باستثناء المانيا، ويمكن الكابتن هاني طبعا يعني اكتر مني معرفه بالدوري الالماني وتفكير الناس ازاي، او الناس بدات او الناس فكرت اللي هم يرجعوا اول دوري في العالم اللي هو رجع. فاعتقد عشان كده كانوا هم عندهم افضليه اكتر كمان في بطوله اوروبا. بايرن ميونخ ازاي كان متفوق بدنيا عن كل الفرق الموجوده في اوروبا. فاعتقد ان احنا عانينا شويه من الموضوع ده، لان اول مره احنا نمر، اعتقد كل دوريات العالم كده، لكن احنا بالذات كنادي الاهلي اول مره نمر بالفتره دي، فتره صعبه جدا، حوالي 3 شهور او 4 شهور مفيش اي ممارسه، مش قادرين نجمع لعيبه، مش قادرين نتكلم، لكن ثقافه وفكر لعيبه النادي الاهلي، ممكن الراجل برضو وتوماس برضو عملوا برنامج كويس للعيبه، واللعيبه كانت ملتزمه بيه. توماس بتاع اللياقه البدنيه، مخطط احمد راجل مميز وكان عامل مجهود كبير جدا خلال الفتره ديت مع مستر فايلر طبعا، عمل برامج كويسه للعيبه، تاهيل كويس، والحمد لله يمكن دي فرقت معانا كويس، يمكن ما وصلناش للشكل اللي الناس كانت بتامله يعني، لكن ده طبيعي جدا ان انت تكسب، ان انت تحقق انتصارات برضو تواصل. يمكن الناس كلها برضو بتفكر في النادي الاهلي ان هو يكسب بس، ما انت برضو انت بتلعب بطوله كبيره، بتلعب المنافسين برضو بيحصل لهم اخفاق، لكن الناس برضو عشان دايما النادي الاهلي كبير فبيبصوا للكبير اللي هو عاوز يبقى على طول بيكسب يعني. ويمكن حضرتك عارف طبعا وحضرتك اكتر مني خبره واكتر مني ما شاء الله يعني من الناس اللي لا سامي يعني انت مميز جدا، بس انا عايز اخد برضو من كلامك عشان الناس تعرف. انا اتكلمت ان البطوله كانت بطوله صعبه لاسباب غير كورونا، لان كورونا على الجميع. البطوله كانت صعبه زي ما انت قلت كده بالظبط، في ان التحديات الكبيره جدا على مستوى انتقاد الاداره، وعلى مستوى انتقاد بعض اللاعبين، وعلى الشائعات من شكل او اخر، وانك بتركز جدا. ونقطه انت مهمه جدا قلتها ويمكن لفت انتباهي، ان انتوا كمان كلعيبه وكاداره فنيه بصيتوا لردود افعال مجلس ادارتنا وازاي يتعاملوا مع الموقف ومع الجدل دوت ومع التحدي ده بكل ثبات. خلينا نتكلم بشكل هو ده النادي الاهلي، وبالتالي ده اداكوا كمان حافز انكم تمشوا على نفس الخط يعني. طبعا، وزي ما حضرتك قلت ده تحدي كبير جدا، واحنا دايما بناخد المثل من الاكبر يعني، لما يكون قدوتنا ورئيسنا وكابتن محمود الخطيب افضل من لعب كره في تاريخ الكره المصريه كلها، وواحد بيعمل كل جهد عشان النادي الاهلي يفضل رقم واحد، حتى كلامه معانا وكلامه مع اللعيبه ان هو بيشيل كل الضغوط اللي بتحصل على النادي، تحمل حاجات كتيره جدا، مفيش اي يعني، انا اعتقد يعني في ان مفيش اي حد يقدر. كنت شايف ان الضغوط كبيره جدا. والتحديات كانت كبيره. اصل الضغوط والتحديات ديت مش يعني مرتبطه بحاجات تمس بقى الشخص نفسه وتمس كرامته. مش احنا بنلعب رياضه في الاول والاخر يا كابتن، وحضرتك عارف طبعا احنا بنلعب رياضه، احنا ما بنلعبش يعني حاجه او دخلنا في منافسه غير اخلاقيه وحاجات بره الكوره شكلها مش حلو. ازاي الواحد قدام اولاده او قدام اصحابه، انا في عيلتي في ناس زملكاويه وفي ناس اهلاويه وفي ناس بتشجع الاسماعيلي، طبيعي اصحابي كل الناس يعني. انما عمر ما كان في تجاوز، عمر ما كان في إيه ان الناس يبقى في الصراعات ديت. احنا وصلنا لمرحله ان انا ممكن اختلف مع اخويا عشان هو بيشجع نادي معين، بالعكس احنا اصحابنا، وحضرتك برضو نفس القصه، اصحابك كتير من نادي الزمالك، كتير اصحاب انا يعني. عندي اصحاب كتير جدا من نادي الزمالك، عندي مدربين لهم فضل عليا من نادي الزمالك، كابتن ابو رجيله، كابتن فاروق جعفر، كابتن محمد صلاح،
انا اول واحد اشتغلت معاه في الدوري الممتاز كان كابتن عبد الحميد بسوني، واحد زملكاوي. احنا علاقاتنا دايما بنادي الزمالك وكل الانديه الحمد لله ما عمر ما يبقى فيه تجاوز. فاللي انت توصل للمرحله دي واللي انت تدخل الرياضه في حته تانية خالص، فاعتقد دي كان موضوع صعب جدا. بس يعني اهم حاجه كابتن سامي انه ما تعرض له المجلس الاداره الحالي او الجهاز الفني او اللعيبه، ده ما يكونش اثر بالشكل اللي طبعا ليه اغراض وليه اكيد ناس مستفيده منه. اعتقد انه لم يتاثر احد داخل النادي الاهلي، بدليل ان انت النهارده بتحتفل بحصد اللقب ال 42 في تاريخك، ولسه المشوار صعب ولسه مكمل. ما هو عشان كده هو ده النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي مختلف. يعني انا بقالي يا كابتن حوالي يعني الحمد لله لعبت 4 سنين او 5 سنين في النادي الاهلي، واشتغلت الحمد لله في الناشئين والفريق الاول. انا عمري ما سمعت كلمه يعني نادي تاني غير النادي الاهلي. عمر الكابتن او اي حد او حتى المنظومه نفسها عمرنا ما سمعنا نادي تاني منافس لينا. احنا بنسمع اللي احنا لازم نكسب، اللي احنا لازم نحقق بطوله، ما بنبصش ورانا خالص. يعني احنا الحمد لله بالدوري دوت احنا اكتر فرقه في العالم محققه بطولات. فانت ما بتتكلمش عن النادي الاهلي اللي هو احسن نادي في مصر بس، لا ده احسن نادي في افريقيا واحسن نادي في العالم واحسن نادي عنده كيان وعنده جمهور عظيم. يعني عشان كده بقول دايما ان جمهور النادي الاهلي ده بعد ربنا هو السند للنادي الاهلي. وعشان كده حتى يعني الواحد بيقعد برضو يسمع ويتعلم كل يوم في النادي الاهلي. لما كابتن يجي يقول احنا بنعمل كل المنظومه دي معموله عشان خاطر النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، يبقى دي حاجه كبيره جدا. اللي انت الجمهور ده يعني حاجه كبيره وبعد ربنا سند لينا. فعشان كده انا بقول ومن خلال حضرتك ان جمهور النادي الاهلي ما تلتفتش لاي حد يغير مبادئك او يغير الثوابت اللي انت مبني عليه. هيشكك في المبادئ وهيشكك في ثوابت النادي الاهلي وهيشكك في كل حاجه مرتبطه بنجاحات النادي الاهلي، لكن انت ما تمشيش وراه. احنا في اوقات كتيره وانا عارف ان دي غصب عن جمهور النادي الاهلي، لكن في فترات كتيره اللعيبه بتتهاجم، فترات كتيرة الناس ما بيبقاش عندها ثقة في الجهاز، وده مش صح. وده المفروض النادي الأهلي أنا واللعيب نفسه، يعني اللعيب بيبقى محتاج اللي أنت تقف جنبه في وقت اللي هو انكساره أو في وقت اللي هو ما بقاش موفق فيه. خلي بالك مهم جدا إنك تقف جنب اللعيب في الوقت الصعب، يعني وقت النجاح. يعني هو مش محتاجك، هو مش بينجح محتاج. خلاص يعني هو لما بيجيب جون ما خلاص هو فرحان وكل الناس بتشيد بيه. إنما دورنا إحنا إن هو في أوقات كتيرة يعني ما فيش حد يقدر يختلف على مروان محسن. راجل من افضل الناس اللي جت في تاريخ النادي الاهلي كراجل مهاجم، يعني راجل لاعب مع كل المنتخبات. بيتعرض لضغوط لكن لازم اقف جنبه، حتى لو لعيب تاني نفس القصه جيراردو نفس القصه، اوقات كتيره جونيور، اوقات كتيره لعيبه بتعرض محمد هاني نفس القصه. فاللعيبه دي حقهم علينا وحق جمهور النادي الاهلي علينا، اللي احنا لازم نبقى في ظهرهم. احنا الناس الثانيه بتعمل كده عشان عاوزه توقع الفرقه او عاوزه تخلي الفرقه مشتته او عاوزه. خلي بالك يا سامي، عايزين نقول 50% من الناس اللي بتهاجم اللعيبه ديت ممكن ده انت عارف السوشيال ميديا وما تعرفش انتماءاتها ايه. يعني انا ليا اصحاب اهلاويه كانوا بينتقدوا مروان شويه، لكن مش بالكم دوت، مش بالطريقه دي. فانا في اعتقادي لما انت بتشوف ان النقد خرج على مستوى كيان النادي الاهلي على طول بتعرف ده جاي منين. يعني لان هو السوشيال ميديا كله يا كابتن انا بعتبره يعني عالم افتراضي. انا مش عارف مين اللي بيوجهني ومش عارف مين معايا. انا ما اعرفش. انا لما انا عارف جمهور النادي الاهلي اللي هيبقى في ظهري، اللي هيبقى في ظهر مروان، هيبقى في ظهر اللعيبه كلها. لان انا حتى احنا كتفكيرنا كجهاز والراجل برده نفس القصه بيتكلم كده، اللعيبه دي هي ادواتنا وهي ادوات النادي، هم دول هيحققوا نجاح. انا ما ينفعش كل لعيب هيبقى وحش ماتش ماتشين هشيله، لا دي قايمه. انا لازم اللعيب دوت هيبقى وقت توب فورم ووقت تاني هيبقى مستواه مش كويس ووقت تالت هيبقى موفق فلازم انا ابقى في ظهره في كل الاوقات دي، وجمهور النادي الاهلي في ظهره في كل الاوقات دي. فعشان كده انا بقول النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي لازم تبقوا ورا الكيان كله، ورا الكيان كله. احنا عشان كمان احنا سواء في النادي او بره النادي بتلاقي كل الناس، يعني انا بيكلمني مدربين ما شاء الله، يعني كابتن عادل طيبه، كابتن محمد عامر، كاب زيزو، كل الناس الكبار، شدوا حيلكم احنا كابتن شطه، احنا وراكم، احنا في ظهركم. فانا ببقى فرحان جدا. يعني بتستمد قوتك طبعا قوه هو النادي الاهلي، ايه هو قوته في كده. كل الناس بتحب النجاح، بتحب البعض الخير، بتحب. عشان كده كيان النادي الاهلي احنا اوقات كتيره كابتن وحضرتك عارف انت بتخش النادي بتلاقي مثلا عامل او بتلاقي حد بتاع امن ان شاء الله ربنا هيكرمكم. هو ده احساس، ده حاجه بتاعت ربنا معموله في النادي دي. يعني انا بشوفها كده ان دي حاجه بتاعت ربنا، النادي ده نبت صالح، حاجه فيها حاجه كويسه جدا.
فكل الامور دي كلها هو ده التوفيق بتاع النادي الاهلي، هو ده التوفيق اللي هو بلس 90 زي الناس بتقول. هو التوفيق ما بيجيش من كده، التوفيق ده ليه اسبابه، اسباب صحيح. اسبابه ممكن تكون فنيه، اسبابه ممكن تكون ان انت تساعد حد، ان حد الناس دي بتقف جنبها، ان حد بيدعي لك، ان الناس شايله بعض، تحب بعض. احنا اول ناس بتفرح الناس اللي بتبقى قاعده بره، صح. احنا في اوقات كتيره جدا ما بنبقاش عارفين مين جاب الجول، مش عارفين اللي جاب جول النادي الاهلي، صح. فبغض النظر اللعيبه برده نفس القصه، فده قوه النادي الاهلي واللي احنا عاوزين ان شاء الله تستمر بكده ان شاء الله. النهارده الفوز بدرع الدوري واللقب ده مهم في التوقيت ده. عايزه حضرتك كابتن سامي تقول لي ايه مدى اهميته، ايه المكاسب اللي النهارده بنحصل عليها من يعني وجهه نظر الجهاز الفني؟ اولا يعني دوري زي ما حضرتك قلت مهمه جدا لينا، تحدي من التحديات اللي كل سنه نادي الاهلي بيقابلها، بيدي ثقه للعيبه، بيدي ثقه لينا كجهاز في اللعيبه. عندنا بطوله مهمه جدا غايبه عنا بقى لها فتره، اعتقد الاستعداد كان كويس ليها عشان ان شاء الله تساعدنا وتدينا قوه ان شاء الله لبطوله افريقيا اللي هي حلمنا وحلم جمهور النادي الاهلي ان احنا نحققه ان شاء الله، عشان نبقى برضو اكبر. لو قلنا احنا برضو اكتر فرقه في افريقيا واخدين البطوله، لكن احنا عاوزين كمان. احنا النادي الاهلي ما بيبيعش بطولات، عاوزين نرجع تاني ناخد بطوله افريقيا ونوصل ان شاء الله لكاس العالم، وان شاء الله نرجع نفرح جمهور النادي الاهلي تاني اكتر واكتر ان شاء الله. ان شاء الله يا سامي، انا عايز ارجع معاك سنه لورا شويه ونتكلم على دور مهم جدا يعني. طيب قبل ما نرجع للسؤال، معانا تليفون، قول الو. الو يا فنان. يا فنان عامل ايه؟ الحمد لله. ركز ركز ركز، ده كهربا، ده كهربا، صح. كهربا كهربا، ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله كابتن هاني، مبروك الدوري، وان شاء الله باذن الله كده تفرحوا جماهيركم كمان بالبطوله التاسعه ان شاء الله يا كهربا. الله يبارك فيك يا كابتن هاني، ربنا يخليك. وطبعا ممت طبعا على سام طبعا كتير، وازيك يا كابتن سامي؟ طبعا يعني عايز اقول له ان من انضف واحسن بجد الشخصيات اللي اتعاملت معاها في المجال الرياضي بصراحه. يعني انا كل يوم بجد والله يعني بيفضل يدعم فيا، وكل يوم بحس التمارين وانا حتى بتمرن لما ببقى مقصر في حاجه ولا اي حاجه هو بيجي يتكلم معايا. يعني بجد يعني مش عارف بجد اقول له ايه يعني، وان شاء الله كده نفضل مع بعض كده في السنين اللي جايه ان شاء الله يا كابتن. ان شاء الله كهربا من الواضح يا كهربا جدا ان انت وباقي زمايلك في الفريق مرتبطين، او في علاقه كده خاصه ما بينكم، وما يعني ما بينكم ما بين كابتن سامي الحب والود ده واضح جدا. لا بس حتى يعني يمكن اقول كلام، يمكن كابتن هاني يعني عارفه وكان بيعمله مع اللعيبه كلها صراحه. يعني ان اهم حاجه مع لعيب الكوره نفسيته تكون مرتاحه. يعني يكون المدرب مديله يعني حب ويتكلم معاه كتير، صحيح. كل حاجه هو مش حكايه الملعب بس، فدي من اهم الصفات طبعا في كابتن سامي بجد والله، ان هو مع اللعيبه كلها بيفضل يتكلم معاها، وحتى لو لعيب تعبان ولا لعيب متضايق حاجه هو اللي بيراضيه ويتكلم معاه. فدي من احسن يعني الصفات دي بصراحه، ان شخصيه بيحب الخير للعيبه كلها، صحيح. كده اللعيبه كلها مرتبطه بيه. النفس برده كده كابتن هاني برده كان بيعمل نفس الحاجات دي صراحه، عمال اقول لهم بس كنت تسمع كلام يا كهربا يعني كنت لازم بعديه على طول. لا بسمع كلام حبيبي يا كهربا، لكن زي ما بقول لك انت الدور اللي يعني الدور كمان عشان الناس تفهم، دور مهم جدا. كابتن سامي بيقوم بدور مهم جدا حتى على المستوى المعنوي بيتكلم معاكم، لكن هو كمان خلي بالك كهربا كمان وكابتن سامي لغه الحوار نفسها بتفرق، اللغه نفسها بتفرق لما مدير فني اجنبي يقول لك كلمه والمترجم يقول لك كلمه، غير لما يكون لعيب عنده خبرات زي كابتن سامي، يكون مدرب عنده خبرات زي كابتن سامي، فكمان المعلومه بتوصل لك بشكل افضل، وكمان يعني اللغه بتوصل اسرع كمان. طبعا يا كابتن يعني كابتن سامي طبعا مر بالحاجات اللي اللعيبه كلها بتمر بيها الفتره ديت، كل اللعيبه حتى اللي بيلعب ما بيلعبش، فاكيد يبقى في تفاهم بينهم من بعض، لان برده كابتن سامي يعني حتى يمكن في التسخين واحنا بنسخن بيفضل يدي دافع كده للعيبه اللي هي قاعده توصي، فساعات كابتن في لعيبه بتبقى زعلانه شويه، فكابتن سامي مر بالحاجات دي كلها، فبيديهم من الخبرات بتاعته، فعشان كده اللعيبه بتبقى مبسوطه معاه يعني بصراحه. يعني هو بصراحه شخصيه جامده والله العظيم، يعني شكرا محترمه جدا. يعني انا مبسوط ان انا اتمرنت معاك، وانا يعني بصراحه نفسي طول السنين اللي جايه باذن الله كده نكون مع بعض ان شاء الله. حبيبي يا كهربا انا متشكر طبعا ليك، يعني كهربا بالنسبه لي من اللعيبه المميزه جدا،
قابل برضه تحديات كبيره جدا، لكن ان شاء الله هو قادر ان شاء الله اللي هو يرجع اقوى من الاول. جمهور النادي الاهلي مستني منه كتير جدا يعني، وانا قلت له ان شاء الله انت هتعمل حاجه كبيره وتاريخ كبير في النادي الاهلي لانك تستحق كده ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله كهربا، ومنتظرين منك افريقيا يا كهربا، منتظرين منك تسعى يا كهربا. اهم حاجه افريقيا، انا جاي نتدرب عشان افريقيا باذن الله. اخذت الدوري وانت في بيتك، عايزين بقى افريقيا ان شاء الله يعني تجيبها لنا في الملعب ان شاء الله. من الملعب ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله انا وزمايلي ان شاء الله نجيب افريقيا بالدنيار ان شاء الله باذن الله. واحنا بندعي لكم كهربا من النجوم الكبيره واللي ليها شعبيه كبيره، واللي ان شاء الله الجماهير منتظره منك حاجات كتيره قوي. كهربا ان شاء الله، كهربا وعدنا يا كهربا. البولت يعلى بس شويه. ايوه كابتن سامي هو بيبص محتاج، يعني احنا عارفين طبعا محتاج لسه ماتشات يا كابتن سامي، يعني بلغه الكوره كده يعني لياقه المباريات لسه ان شاء الله عليها شويه. بس كهربا انا عارف وحاسس انه عنده طموحات كبيره جدا ان شاء الله. دي ذوقك قدام كهربا، والفولت يعلى كده وتجيب لنا البطوله ان شاء الله باذن الله. شكرا كهربا، شكرا. انا خليك اسمع الكلام الجميل ده حبيبي كهربا، وان شاء الله مبروك. مبروك يا كهربا، بارك لك ماشي كده. انا مبروك. كنت عايز اسالك سؤال قبل كهربا ما يخش معانا، وكمان يبين الدور المهم جدا اللي كابتن سامي لعبه في حتى تهيئه الجو العام بالنسبه لفايلر، مدرب ما كانش عنده خبرات افريقيه، اول مره يدرب في افريقيا وفي مصر. اكيد انت نقلت له بشكل جيد جدا ريبورت، يعني تقرير صغير حتى لو شفهي، بتقول له مستوى اللاعبين، وكان ده دور مهم جدا جدا يعني. هو فعلا هو ده اللي حصل، لانه وجه فتره برضو كانت صغيره بالظبط. كان مهم جدا اللي هو يعرف اللعيبه، مهم جدا اللي يعرف الاجواء، لان هو جه على بطوله السوبر على طول. حتى اماكن اللعيبه كان برضو ما عندوش ممكن تتفرج على فيديوهات كتيره، وممكن تتفرج على ماتشات كتيره، لكن برضو في ارض الواقع بتبقى لازم مهم ان انت تدي له كل معلومه عن كل لعيب. اللعيب ده بيتحمل ضغوط، اللعيب ده عنده خبره، اللعيب ده واعد، اللعيب ده يقدر يلعب في كذا مركز. يمكن احنا عانينا في ماتش الزمالك في الاول برضو في السوبر، كان عندنا اصابات لعبنا هاني في الحته ديت برضو، هو ما كانش يعرف ان هاني يلعب في المكان دوت. الحمد لله برضو كنا احنا برضو عاملين له تقرير نفس القصه يعني، فلحد ما عرف اللعيبه. وفي نفس الوقت برضو الادوار، حضرتك عارف ان اوقات كتيره زي ما حضرتك قلت يعني، ان اللغه نفسها بتبقى مهمه جدا طبعا. يعني ممكن هو ينقل حاجه بمفهوم، لكن انا اقدر اوصلها بمفهوم تاني، ده مهم. اوقات كتيره هو يطلب مني ان انا اتكلم مع اللعيبه اللي بتبقى بره، اللعيبه اللي بتبقى بتسخن، اللعيبه اللي بتبقى مثلا عاوزه بس كمان ماتشين ثلاثه، فبقدر اكلمهم من خلاله. اصل ده دور مهم كمان. ده دور مهم يا كابتن، وحضرتك عارف طبعا ان ده جهاز، ما ينفعش مدير فني بيعمل كل الادوار، مش هيقدر. انما دلوقتي الجهاز ده مهم، ده بيساعد كل واحد بيشتغل في حته، واحد بدنيا، واحد نفسيا، واحد بيساعده خططيا، واحد مثلا بيديله تصور للفرق الخصم، لان برده كان اول ما جه برده مهم جدا. لحد دلوقتي احنا بعمل له تقرير لكل مباراه، سواء افريقيا اللي قبله هو ما يعرفش، مثلا فرقه اسماعيلي ما يعرفش، فرقه المصري بتلعب فرقه دجله، كان برده هو اتفاجئ فيها لما قعدنا نقول له مثلا دي فرقه من الفرق المميزه اللي بتعمل بيلد اب كويس، بيبنوا كويس، مهم لو كده حابب انت تضغط عليها مع فيديوهات. برضو نفس القصه احمد سلمان بيعمل دوره، راجل مميز في تحليل اداء برضو. فالحمد لله اعتقد ان احنا بنعمل دورنا، ولان ده الطبيعي يعني. ايه اكتر حاجه كانت عامله حاله قلق او عامله ازعاج للجهاز الفني في الموسم الحالي؟ لا الحمد لله ما الحمد غير جائحه كورونا. لا الحمد لله الامور كانت ماشيه كويس، لان النادي الاهلي نفسه بيساعد اي مدرب لنجاح، وده ميزه يعني اعتقد كل المدربين اللي اشتغلوا في النادي الاهلي اجانب مصريين عرفوا كده. وممكن ناس كتير عانت لما خرجت من النادي الاهلي عشان تمرن فرق ثانيه، عانت لان بتلاقي المنظومه مختلفه وتفكير مختلف. لكن اعتقد النادي الاهلي بيوفر كل عوامل النجاح لاي مدير فني او اي منظومه، فالحمد لله اعتقد ان السنه دي الحمد لله كانت الامور ماشيه كويس. الاصابات والغيابات اثرت يا كابتن اكيد. دي ممكن استبعاد طبعا بعض، يعني استبعاد البعض ده برضو اكيد كان ليه، يعني كان في حاله يعني اكيد طبعا اتكلمتوا فيها او حصل. الاصابات فعلا عانينا منها فتره طبعا، لكن انا بشوف ان الاصابات دي ساعات بتبقى حاجات قدريه يعني أكيد. لان معظم الاصابات يعني واحد محمد محمود دوت يعني ما فيش حد يعني ما اتصابش مثلا حاجه بدنيه كابتن، وحاجه صار اصابه طبعاً اصابه ساعد
نفس القصة أكيلس حمدي كان غضروف، فمعظم الحاجات مش عضلية ما تستمرش وقت كبير، لكن الحاجات اللي فيها عمليات أو كده أعتقد إن دي حاجة قدرية ما فيش، ما بتبقاش خارج عن إرادتنا. خلينا نتكلم في الجزء اللي الناس بتهتم بيه، هو الجزء الفني شوية. عملية الروتيشن اللي أنا شايف إن كان فايلر في وقت من الأوقات بيعملها بشكل أكتر من رائع. عايز اكلمك وانت تنقل لنا الصوره ان دايما ساعات وانا اتعاملت مع مدربين اجانب كتير طبعًا. ان المدرب الاجنبي عنده قايمه ما عندوش 11 لعيب، ما عندوش 11 لعيب اساسي، هو الراجل بيتعامل وده طبيعي بيتعامل بقايمه، ان انا عندي قايمه 25 30 هم دول اسلحتي، ممكن جدا اغير في اوقات معينه. الثقافه ديت والروتيشن اللي اتعمل ونقلته القصه ازاي دي للعيبه النادي الاهلي؟ هو الراجل اول ما جه يعني كان ده تفكيره بالظبط، يعني ان الراجل طالب من كل لعيبه اللي يعمل ال 100% بتاعته في التمرين وفي المباريات، حتى عمل خلق منافسه كويسه بين اللعيبه، خلى فيه دوافع كبيره للعيبه، المنافسه دي ساعدت الفرقه، يعني لدرجه ان كل تمرين بالنسبه لنا هو تحدي وهو اثبات للعيب اللي انا احق اللي انا العب. فاعتقد كانت دي من ميزه من مميزات يعني في التمرين. انت كنت شايف الريتم عالي وكل لعيب عايز يثبت وجوده، ما فيش بقى واحد انا كده كده ضامن اني العب، يعني الريتم كان عالي جدا جدا وكل لعيب عاوز يشارك، وده حق طبيعي لاي لعيب يعني. فاعتقد ان دي من الحاجات الايجابيه اللي الراجل اشتغلها واللي الواحد اتعلمها برضو ان هي مهمه جدا يعني. لكن أنا اللي ساعده برضو وحضرتك طبعا توافقني كده، اللعيبه الشخصيات الشخصيات وثقافه لعيبه النادي الاهلي وامكانيات وقدرات لعيبه النادي الاهلي ساعد على كده. انما لو رحت حضرتك عارف انا اقصد ايه يعني، انما لو حضرتك لو اشتغل يعني اشتغل في فرقه ثانيه اعتقد بتبقى الفروق كبيره بين فهتبقى ملتزم بال 12 13 لعيب اللي هم بيلعبوا يعني. لكن اعتقد ان الكواليتي بتاعه اللعيبه بتاع النادي الاهلي ساعدته وخلت الروتيشن ناجح. الجزء الثاني عايزه تتكلمي في جزء معين، احنا كنا بنتكلم انا حتى وسهام على موضوع ان في طبعا الفرقه كلها نجوم، لكن في نجوم ظاهره بشكل واضح جدا زي الشناوي زي يعني خليني اقول الشناوي وانت تكمل، لان الشناوي واضح جدا انه ما شاء الله المستوى بقى التوب فورم، وكان بصراحه كان مسؤولية كبيرة جدا عن إنقاذ النادي الأهلي في بعض المباريات دي، كان تخرج بنتيجة مختلفة عن اللي خرجت بيها. شناوي من أعتقد يعني من أفضل مواسم ليه من السنة اللي فاتت، حتى يعني من بالظبط بالتحديد يعني برجوع بعد رجوعه من كأس العالم. عامل عنده ثبات انفعالي مميز جدا، عامل كمية إنقاذ مؤثر جدا 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 في مباريات كتيرة ممكن النتيجة تكون متغير، كان اقربها حتى الماتش اللي فات والماتش اللي قبليه عنده ثبات او بلي ميكر، راجل بيلعب وبيعمل اسيست كتير، فاعتقد من اللعيبه المميزه جدا يعني. برضو نفس القصه علي معلول، واحد من افضل لعيبه في النادي، حل من الحلول ومفتاح لعب كبير جدا يعني مختلف. عندي لعيب سولية، واحد من برضو من الناس اللي عامله عندها برضو ثبات في المستوى ما شاء الله، مستواه كل يوم بيتطور عن اللي قبله، مميز جدا. ديانج نفس القصة، متولي قبل ما يتصاب، ياسر، أيمن برضو نفس القصة، أفشا عامل برضو من أكتر اللعيبة اللي عاملة أساسات. وليد طبعا وليد من اللعيبة الكبيرة ومن اللعيبة الخبرات اللي بتعمل فرق في أي وقت يعني. أنا وليد أعتقد إن في ريحة من اللعيبة الكبار اللي بتقدر تغير اللي احنا دايما نتذكر أسماءهم يعني، حتى ريحة دواء الجمعة وتريكة حتى على مستوى يعني طبعا مستوى الفني مع الفارق البوزيشن اللي معلوه طبعا، لكن مؤثر، لعيب مؤثر جدا يا كابتن، عمرك ما بتحتاجه ويغزلك أبدا، موجود على طول، مؤثر في الماتشات، يلعب نص ساعه يلعب شوط يلعب، ابتدي الماتش يلعب. فوليد مختلف يعني. طبعا حسين قبل الاصابه برده كان من الناس اللي عامله اداء كويس جدا يعني. اعتقد ان اللعيبه كلها يا كابتن يعني مروا بحاله فنيه كويسه. سند لنا بقى بقيه اللعيبه اللي احنا يمكن الموسم كان صعب عليهم جدا وعلى حتى الجمهور اللي بيتابعهم، فيعني أفشى اللعيبه حتى الافارقه ديانج وجيرالدو وحتى الاشاعات اللي طلعت على البعض منهم، انا عايزه حضرتك تفند لنا كل يعني شخصيه، ودي فرصه ان انت معانا النهارده ونتكلم عليهم بشكل يعني تفصيلي ونديهم يعني حقهم كمان، لان ده يعني حقهم مثلا عليهم. مثلا جونيور كابتن من اللعيبه اللي عملت طفره جدا في وجود الراجل لما لعب سترايكر يعني، عمل
أجاييه لما لعب سترايكر عامل طفرة كبيرة جدا وكان أداءه مميز جدا، يعني عمل لنا عمق كويس، محطة كويسة، بيقدر يشتغل في المساحات الصغيرة كويس، سجل كتير برضو في نفس القصة، فكان مميز جدا. يعني ديانج نفس القصة، لما بدأ ممكن تكون بدايته مش فول باور، لكن بدأ ياخد تدريج طبعاً. تدريج، ويمكن الراجل كان بيتكلم في النقطة دي كتير. انت حضرتك عارف طبعا اللعيبة الأفارقة بتبقى محتاجة وقت، لكن هو انسجم بسرعة، عامل أداء مميز جدا، مدي باور قوي جدا في نص الملعب طبعاً. حمدي فتحي من الناس من يعني ما شاء الله، من ما شاء الله يعني. وحضرتك تقريبا حضرتك دربته في إنبي كان موجود طبعا لعيب هايل هايل أفشى هايل. كمان من النوع اللي بيعمل النقله بسرعه جدا، وممكن زي ما بيقول كده بلغه الكره ممكن يعمل حاجه جداً انت مش شايفها وحاجه مختلفه. فكان برضو عامل اداء كويس جدا حمدي. فباجي بدأ الحمد لله برضو اتاقلم كويس الحمد لله، عمل فتره برضو كبيره كويسه. مروان الحمد لله بدأ برضو يرجع. جيراردو ممكن مش بنفس الجوده اللي الناس مستنياها، لكن انت بتبقى اوقات كتيره مثلا انت مستني من اللعيب اللي يعمل حاجه جديده، مستني اللي هو عندك بعد نظر تجاهه يعني بالظبط يعني، لان هو ده المتاح بالنسبه لي يا كابتن اللي موجود، هكمل بيه افريقيا طبعا. فلازم اوقات كتيره استحمله. الشيخ برضو في فترات كبيره بينزل بيبقى مميز جدا ويعمل اداء كويس، وبيسجل اهداف مميزه جدا، عامل برضو أو في ماتشات كتيره كان بيبقى حاسم فيها. في مين تاني؟ طب ومحمد هاني ايه؟ محمد هاني، لا محمد هاني من الناس يعني الوعده يعني انا يعني ممكن اتكلم عليه، لان محمد هاني بداياته كان معايا في قطاع ناشئين وفرقتي، وهو اللعيب الوحيد، لا كان اتنين لعيبه اللي احنا يعني لغينا فرقه 96، كان كابتن عمر مدير فني وانا كنت مساعد معاه، لغينا وكتبنا في التقرير احنا الاثنين ان محمد هاني وكان في لعيب اسمه ايالا، هما الاثنين دول اللي كملوا، دول الاثنين يكملوا. ايالا ما حصلوش نصيب، لكن محمد هاني ما شاء الله يعني لعيب مميز جدا. متحمس ليك قوي كابتن سامي قمصان. يا كابتن هاني ازيك يا كابتن مصر؟ حبيبي يا هاني، حبيبي بس يا كابتن هاني مبروك، وكابتن سامي طبعا يعني حبيبي هاني اخ لينا كلنا والله العظيم. شكرا هاني، خلوق وموهوب يا كابتن محمد. شكرا، ربنا يخليك يا رب. مبروك طبعا اولا، ومستنيين المبروك الكبيره باذن الله. لكن الكابتن سامي كمان ان هو كان وانت صغير بيتكلم ان هو كان شايف فيك هاني انك من الناس الواعده، الناس اللي جايه، ولسه دلوقتي كمان بيتكلم ان شاء الله امكانياتك الفنيه وامكانياتك البدنيه ان شاء الله ما وصلتش للطب، لكن انت في الطريق ليها، وكل مباراه بتزيد ثقه والناس بتزيد ثقه فيك. فكابتن سامي طبعا بلغه الكره اللي احنا عارفينها ابوك يعني اكيد بيدافع طبعاً عنك يعني طبعا. حبيبي يا كابتن سامي طبعا يعني بشكرك على الكلام الجميل ده، وبشكر كابتن سامي طبعا على الكلام الجميل. لا ده حقك، وحشني جدا والله يا كابتن هاني يعني. حبيبي انت كمان والله حبيبي. انا بس عايز اقول لك والله الكابتن سامي ده يعني من اقرب الناس ليا في حياتي عامة يعني، في حياتك مش بس في مش بس في الملعب. ده هو يعني احنا من زمان قوي مع بعض الصراحه، هو علمني حاجات كتير جدا بستفاد منه حتى كل يوم والله العظيم يعني. انا اي حاجه في الفتره دي من ساعه ما الكابتن سامي بقى معانا بجد اي حاجه لازم اكلمه واساله عامه، حتى بره الكوره يعني. هو بعتبره اخ يعني، مش اللي هو مدرب بقى معايا في النادي الاهلي، فانا بقى لا يعني هو بجد قريب مني جدا. وبصراحه يعني والله العظيم مش عشان هو موجود ولا اي حاجه، هو من احسن المدربين في مصر بجد، هو من احسن المدربين في مصر. وانا يعني في يوم من الايام وافتكر المداخله دي انا بقول لك كابتن سامي هيبقى مدير فني النادي الاهلي، انا بقول لك في يوم من الايام ان شاء الله يعني. ان شاء الله باذن الله. يعني شكرا يعني. حاله الحب دي واضحه يعني. لو كابتن سامي فعلا يعني ساب يعني اي حد، معلش مع قطع كلامي كسهام، برضو الناس لازم تعرف ان الكابتن سامي قمصان كان طلع بنادي حرس الحدود، عمل موسم رائع ممتاز به وطلع بيهم الدوري ممتاز. وخلي بالك في ناس كتير قوي هاني تقول لك انا خلاص بقيت مدير فني ومطلع فرقه من الدوري ممتاز، لكن ما رجعش تاني لحته ان انا ابقى مدرب مساعد. لكن هو بصراحه يعني بالنسبه له النادي الاهلي هو ده بيته ايا كان التايتل، الراجل بيشتغل بكل امانه. وانا معاك يا هاني ان شاء الله سامي في ان شاء الله يكون في يوم من الايام مدير فني النادي الاهلي ان شاء الله. بالظبط يعني النادي الاهلي يا كابتن، برضه النادي الاهلي حاجه كبيره جدا يعني، نادي طبعا احسن نادي
بتتعامل فيه مع ناس، بتتقابل ناس، بتتعلم منه، يعني حاجه كبيره جدا النادي الاهلي. فلولا النادي الاهلي ده انت ما كنتش قابلت الشخصيات دي، ما كنتش عرفت، ما كنتش اتعلمت، كنت هتعاني كتير. يعني اللعبه بره النادي الاهلي، كل اللعيبه اللي مشوا النادي الاهلي وانا على تواصل معاهم، لا يعني اللعب بره النادي الاهلي صعب، يعني التعامل حتى صعب. فيعني طبعا الحمد لله الواحد في النادي زي النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا، وكل يوم الواحد بيبقى جوه النادي ده بيتعلم، بيقابل شخصيات زي كابتن سامي ده، شخصيات نظيفه جدا الواحد يعني عارفها في حياته لحد دلوقتي، وهو يعني دايما والله اخ لينا بجد. ما بنتعاملش احنا في النادي اللي هو بقى ده مدرب ده، لا ده بالعكس بنتعامل احنا اخوات، بنتعلم منه كل يوم، بيتكلم معانا دايما، حتى لو في حاجه ناقصاك حاجه كويسه بيقول لك عليها. بس وكمان انا بالذات عشان انا قعدت مع كابتن سامي، يعني انا اعرف كابتن سامي بقالي اكتر من 10 سنين تقريبا، ومن زمان من الناشئين اه من زمان جدا يعني من ايام الناشئين، وساعدني في حاجات كتير جدا في ايام الناشئين دي. ايام الناشئين دي بتبقى اصعب مرحله طبعا. فترة التشكيل دي يا كابتن يا تكمل يا خلاص صح، يا ما يا تكمل برضه ان شاء الله يكمل. محمد انت ايه دي فرصة ان احنا نتكلم معاك عن ماستر فايلر وادائك طبعا اللي في تطور والملاحظ في الفترة اللي فاتت في الموسم ده. قول لي ايه ابرز النصايح اللي كانت بتتوجه لك من فايلر هي اللي ادت لتطور اداء او مستوى محمد هاني؟ لا هو مستر فايلر بصراحة ليه سيستم لعب مختلف. هو حتى لما جه من اول يوم، الراجل ده من اول يوم جه مرنا تمرين جامد قوي، بقى حاطط ريب، فده اللي فرق مع الفرقه كلها. يعني هو انا من النوع اللي انا بحب التمرين جدا، يعني انا بحب اتمرن، يعني بحب ان انا كل يوم اجي اتمرن، ببقى مبسوط بالتمرين. مش من نوع اللعيبه اللي هو ايه ما بيتمرنش بس بيلعب ماتش كويس، لا انا بحب اتمرن، التمرين مهم جدا بالنسبه لي يعني. فهو الراجل ده حاطط سيستم، الريتم بتاعنا سريع، عشان كده يعني ماتشات الريتم بيبقى عالي، احنا بنمسك كوره اكتر، بيبقى فيه تحسن. وطبعا يعني الواحد يعني لازم 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 اللعيب الذكي او اللعيب الشاطر ان انت بتعرف المدرب عايز ايه بالظبط وبتعمله، يعني بتشوف المدرب حابب ان انت تعمل كذا، بتشتغل على المدرب ده عشان تبقى موجود دايما ويعتمد عليك يعني. ومهم كمان يا هاني، هو كان فايلر كمان كان موجود معانا هنا في البيت الكبير، هو واضح جدا ان كابتن سامي انه بيدي تعليمات وتعليمات لكل لاعب بالحاله الهجوميه والحاله الدفاعيه. ده حقيقة. واحنا معانا الكوره ايه دورك بالظبط، يعني ما فيش كمان حته ان في بعض المدربين يعني بيدي مهام حرية. يعني حرية. هجوميه بشكل اكبر من مهام دفاعيه، لكن هو اتكلم انا عندي اللعيب لازم يدافع ويهاجم بشكل مميز يعني. لا بالظبط، هو الراجل ده كمان في ميزه كابتن اللي هو ما فيش حد في الفرقه بيقف، ال 10 لعيبه انت بتهاجم انت بتدافع ما فيش حد بيقف، هو بيحب كده دايما. التحرك من غير كوره عنده مهم قوي. وبيركز في تفاصيل صغيره جدا جدا جدا، يعني هو دايما بيقول لنا عباره كده شهيره دايما بيقولها في كل محاضره، تلاقي الكابتن سامي طبعا انت عارف ان هو دايما بيقول لنا ان انا كان بيلعب هاف رايت تقريبا زمان وينج رايت، بيقول لنا انا كنت ممكن اقعد طول الشوط عمال اروح وارجع كوره كتير وارجع اروح وارجع وما يلمس الكوره ما يلمس غير كوره واحده. فيقول لنا بس التحركات اللي انا كنت بقعد اعملها دي كنت بفضي اللي بقيت الفرقه. فهو دايما بيقول الحته دي عشان كله لازم يتحرك، وهي دي الكوره الحديثه يا كابتن. يعني مظبوط، ما بقاش في حد بقى بيقف، يعني الكوره من الناحيه الثانيه فالناحيه دي تقف، لا. فهو الراجل ليه حاجات كده معينه، وكمان لما بيخلي الريتم كله عالي صحيح اللعيبه كلها خلاص بقى كله ريتمه عالي، واللي بيقف بيتكشف يا هاني خلاص، يعني صح اللي بيقف بيتكشف كده. يعني الراجل ده كل معظم اللي بيلعبوا او بيحب لعبهم بتلاقيهم دايما بيجروا دايما بيأكلوا في الملعب دايما 90 دقيقه ما بيبطلوش جري بس، وبيحط بقى التكتيك بتاعه، يعني على حسب الماتشات بقى هو بيبقى عايز حاجات معينه، عايز بس تشتغل للجنب ده كده. والمهم كمان ان انت برضو كمحمد هاني بقى بصفة شخصية، انت شخصية النادي الاهلي واضحة عليك، يعني انت اديت مباريات رائعة بالذات في الفترة الاخيرة وماشي ومكمل ولا تلتفت الى احد يعني. ربنا يخليك والله. لا ده واضح يعني.
النادي الاهلي والله يعني زي ما قلت لك، هو النادي الاهلي ده حاجه كبيره، وكل ماتش انت بتعمله في النادي الاهلي ده حاجه، يعني انت بتعمل تاريخ لنفسك ايا كان بقى، انت بتشارك 5 دقائق، في ناس بييجوا النادي الاهلي يعني، في صفقات بتيجي النادي الاهلي ما بيلعبوش ماتش واحد، يعني الواحد بيحمد ربنا اللي هو بس دخلوا التاريخ يعني خلاص. بالظبط بالظبط، فالواحد بيحمد ربنا اللي هو دايما موجود، دايما بيشارك، دايما ليه دور، بيحاول اللي هو اي ماتش انت تلعبه تعمل اللي عليك، تسيب بصمه كويسه. عشان هي دي الحاجات اللي باقيه يعني، هي دي الحاجات المهمه. افريقيا يا محمد ان شاء الله. مش هوصيكوا ده بجد والله العظيم، ده مهم. وخلي بالك بس، وانا هتكلم مع الكابتن سامي في النقطه دي، كلنا طبعا واللعيبه عارفه قد ايه مسؤوليه كبيره جدا، بس كابتن سامي كمان الضغوط لما بتعلى زياده عن اللزوم وبتحط ستريس على اللعيب ممكن يكون نتيجه عكسيه، ده مش متعودين لعيبه النادي الاهلي. انا عارف محمد كمان محمد من اللعيبه المثقفه ومتعلم كويس، فممكن يفهم الكلام ان هو النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي احنا مطالبين بالبطوله ان شاء الله، لكن على الجانب الاخر لا، البطوله مش سهله، فيها فرق على مستوى عالي جدا. تحضيرنا لازم يكون على المستوى، وخلي بالك يعني، وهاخد برضو رايك وراي الكابتن سامي في تحضير لمباراه الوداد بعد التدويق طبعا بالدوري العام. يعني طبعا الحمد لله طبعا على الدوري دي حاجه خلصت، والحمد لله انت خلصتها من بدري. بطولة بقى افريقيا يعني، انا واحد من الناس اللي انا نفسي اخد بطولة افريقيا دي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. يعني انا ما خدتش بطولة افريقيا، هتكون اول بطولة افريقية يعني ان شاء الله. وانا لعبت نهائيين وربنا ما اردش ان انا اخد البطولة، فده كان الموضوع كان صعب جدا عليا ان انا العب النهائيين طبعا وما نتوفقش في الاخر. فانا يعني ما فيش حد بقى بيتعلم ببلاش، انت لازم خلاص ايا كان بقى اللي انت شفته في الماتشين اللي فاتوا طبعا. يعني انا عارف الاجواء هناك، وعارف الماتش ده هيبقى محتاج له تركيز من بدري، وهيبقى محتاج له تحضير من نوع خاص، ان الفرقه كلها تبقى على نفس الدماغ كده، دماغ واحده، ان احنا رايحين نكسب هناك. احنا رايحين نخلص، واحنا يعني السنه دي البطوله يعني ان شاء الله قريبه يعني صحيح. يعني كل الارقام وكل حاجه حواليك، الماتشين مش هيبقوا سهلين خالص، ماتشهم مش هيبقوا يعني مش ماتش سهل، عايز رجاله 11 راجل يخلصوا الماتشين ونوصل النهائي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله كابتن سامي، ان شاء الله تكون موفق يعني فيها، وتحقق حلمك وحلمنا وحلم جمهور النادي الاهلي ان شاء الله يعني. حبيبي يا فنان، عليك بمصر. التوفيق ومبروك يا هاني، وان شاء الله اللي جاي ان شاء الله الاهم، والجاي يكون احسن بطوله افريقيا ان شاء الله. محمد هاني المميز، شكرا جزيلا وجودك معنا في البيت الكبير. اللعيبه دايما لما تيجي تتكلم برضو بنفس الطريقه دي، ان البطوله الافريقيه هي المحببه، هي حتى القريبه ان شاء الله، وان شاء الله يا رب النادي الاهلي يحصل عليها وتبقى التاسعه ان شاء الله. ايه بقى اهدافنا في الفتره الجايه دي يا كابتن سامي؟ طبعا اهدافنا بطوله افريقيا يعني لا كجهاز فني، كلمني عن استعداداتكم، اكيد في تحديات برضو بتفكروا فيها، اكيد في مخطط طبعا من قبل الجهاز، معرفش طبعا قد يكون اختلف بعد جائحه كورونا. يعني كلمني عن الاستعدادات. لا، هي استعدادات النادي الاهلي واهداف النادي الاهلي واحده في كل حاجه، هي الفوز بكل البطولات اللي النادي الاهلي بيشارك فيها. الحمد لله حققنا اول خطوه، بطوله الدوري العام، عندنا هدف اكبر بطوله افريقيا، وعندنا هدف ثالث ان شاء الله كاس مصر، وبعد كده ان شاء الله كاس العالم للانديه. خليني اقول لك السؤال بشكل تاني، ان هو لو النادي الاهلي زي ما انت بتقولي سامع عنده طموحات، والبطوله دايما طموحنا، في جماهير النادي الاهلي دلوقتي بتقول لك خلاص احنا خدنا البطوله، فلازم تلعب يعني موضوع الدفع بالناشئين. المعادله اللي عايز اقولها لك يا كابتن سامي وهتمشي فيها ازاي، المعادله اللي بتقول انك انت عندك مباراه مهمه جدا خلال خلاص اسابيع، ازاي بتحضر لها، والجزء الثاني ازاي بتعمل الروتيشن وانك بتدخل عناصر جديده في الفرقه من خلال الدوري الممتاز. وهو ده الراجل اللي اتكلم فيه في المؤتمر في اخر ماتش، واتكلم معانا النهارده في النقطه دي، ان احنا عندنا اتجاهين. الاتجاه الاول اللي احنا عندنا لازم ندي فرصه للناس اللي معانا ما بتشاركش، يعني عندنا مثلا واحد زي محمود وحيد من افضل باكات الموجوده، لعيب مميز جدا جدا يعني، ان شاء الله ياخد فرصه وان شاء الله ينافس بقوه عليه، وهو جدير بكده. عندنا لعيبه ناشئين عربي، عندنا فخري، عندنا ممكن مصطفى شبير في اوقات، عندنا ان شاء الله علي لطفي ان شاء الله ربنا ان شاء الله يسلمه ويرجع برده ياخد فرصه.
عند الجزء الثاني اللي احنا عندنا لازم اراحه بعض اللعيبه اللي عامله كثافه ماتشات كبيره. احنا بنلعب كل 3 ايام ماتش صعبه جدا، يعني واحد زي علي لعب كميه ماتشات كبيره، سوليه نفس القصه، رامي ربيعه برضو من اللعيبه اللي ما شاء الله، يعني ما شاء الله عامله مستوى واداء السنه دي ما شاء الله مميز جدا، برضو يقدر يريح. فده الاتجاهين اللي الراجل اتكلم فيهم، وده حاجه طبيعيه، يعني ان انت برضو بتلعب محافظ على شكل الفرقه والهيكل بتاع الفرقه، تعمل راحه بعض اللعيبه اللي هي شاركت اكتر، تدي الفرصه لبعض اللعيبه عشان تقدر تنافس لحد ما يجي تقرب للمباراه، تبدا بقى ان شاء الله كابتن تبدا تخش بالتشكيل. هي دي هتقرب للمباراه ومحتاج انت ما تقرب من المباراه بقى في تثبيت تشكيل شويه، يعني عشان برضه تكون واقف على رجليها وعارفين بالظبط بنلعب. هو ده بالظبط اللي الراجل اتكلم عليه. عاوز اقول حاجه برضو مهمه عن هاني، محمد هاني، يعني ان هاني من الناس، يعني زي ما قلت لك، يعني من اللعيبه الواعده، يعني وعنده ثقافه ولعيب مثقف جدا، يعني فعلا. يمكن قال تصريح كبير جميل جدا، يعني انا لما سمعته فرحت بيه، يعني ان هو اتكلم على احمد فتحي ان من الناس اللي عندها خبرات والناس اللي انا بستفاد بيها، فان لعيب يتكلم على لعيب كبير كده بحجم احمد فتحي وحاجه جميله، وهو كان بينافسه في اوقات ودلوقتي بيتكلم عليه اللي هو بيستفاد منه كل يوم، فدي حاجه مميزه جدا. والمناسبه ممكن برضو احمد فتحي يعني ناس كتيره هجمته، وانا شايف ان ماشي هو قرر، ويمكن احنا اتكلمت معاه في الموضوع دوت قبل كده، ولكن هو قرر، لكن عمر نادي الاهلي ما بيبخس حد تعب، هو راجل لحد دلوقتي مخلص في الفرقه، بيشتغل لحد اخر وقت في الفرقه، كل التقدير ليه وكل التحيه ليه، وده اللي النادي النادي الاهلي علمه لنا، ان احنا لازم نحترم اي حد بيتعب او بيبذل جهد، يعني واي حد يستحق التقدير طبعا لازم يحصل عليه. من الناس برضو اللي انا ما اتكلمتش عنها، لان هو يستاهل الواحد يتكلم عنه، يعني هنكمل باقي الكلام عن الفريق، وخلاص ملف الدوري خلاص ملف واتحسم وفرحنا، خلاص تم غلق الملف دوت الحمد لله على خير. ان شاء الله عندنا بطوله مهمه جدا بنستعد لها. لسه بنكمل الكلام عن الاستعدادات الخاصه ببطوله افريقيا مع كابتن سامي قمصان في البيت الكبير بعد الفصل. رجعنا مع حضراتكم، وكابتن موجود معانا كابتن سامي قمصان نجم النادي الاهلي. كابتن سامي، قبل الفاصل كنا عايزين نتكلم على جزئيه معينه بالنسبه لطريقه اللعب. طريقه اللعب النادي الاهلي نعتقد انها اختلفت شويه قبل كورونا عن بعد كورونا، كنا بنلعب بتقريب 4-2-3-1، في الفترات الاخيره 4-4-2. انت شايف شكل الفرقه ازاي؟ ادائها ازاي؟ والفتره اللي جايه يعني تغيير طريقه اللعب دي هيستمر لفترات طويله لغايه ما نوصل لطريقه هي هتكون طريقه ان شاء الله نقابل بيها الوداد، ولا كل ده في حسابات الجهاز الفني من خلال طبعا انا عارف الاصابات بتفرق واللعيبه بتفرق. يمكن برضو النقطه دي يا كابتن الراجل اتكلم عنها، اتكلم مع اللعيبه، اتكلم مع اللعيبه واتكلم معانا برضو معاكوا، ان مهم جدا ان اللعيبه تستوعب كذا طريقه، لان وارد جدا خصوصا في بطولات افريقيا اللي انت تلعب بكذا طريقه يعني مختلفه، يعني ممكن تلعب الوداد بطريقه غير ما بتلعب هنا في الدوري المصري، غير ما بتلعب الوداد بره ارضك، غير ما بتلعب جوه ارضك. فالراجل كان عاوز وكان بيتكلم في النقطه دي، اللي عاوز يجرب كذا طريقه. ممكن احنا بدانا الموسم ب 4-2-3-1 وقعدنا فتره كبيره جدا نشتغل بيها، بعد كورونا الراجل فكر بقى ان نلعب 4-4-2 واشتغل فيها برضو فترات كبيره. في الاول حضرتك عارف بتبقى فيها صعوبه، وده طبيعي يعني لحد ما اللعيبه بتستوعبها، لان ممكن في اوقات من الماتش تلعب بكذا طريقه نفسها. اوقات لعبت 4-3-3 اوقات لعبنا 4-3-3 صن داونز هناك، لعبنا 4-3-3 وبرضه الحمد لله كان عملنا اداء كويس ونتيجه كويسه الحمد لله. فاعتقد ان تنوع طرق اللعب ديت بتبقى مفيده من جدا حقه. من حقه كمدرب طبعا، وبتفيد الفرقه نفسها طبعاً. يعني وبتدي اللعيبه مرونه تكتيكيه، اللي انت بقى تقدر من خلال المباراه ان ممكن تبدا 4-2-3-1 وبعد كده ممكن تجيب جون فتقفل، ممكن تبقى عاوز تجيب جون فتضطر تلعب على حسب ظروف المباراه، على حسب ظروف المباراه. فهي ديت النقطه، يمكن الناس كتيره كانت بتتكلم في النقطه دي، وليه الراجل مصمم يلعب 4-2-3-1
هي مش تصميم قد ما هي عاوز اللعيبه تستوعبها عشان لما بتحصل في لما تحصل في ظروف مباراه او كده تبقى 4-4-2 تبقى سهله اللعيبه يقدر يشغلوها. طيب في طبعا اشاعات او في بعض وسائل الاعلام او التقارير اللي ممكن تكون بتتكلم في الفتره الاخيره عن ايه، عن رحيل بعض اللعيبه من الفريق سواء لاوروبا او بتجي لهم عروض من الخليج. عايزه حضرتك تقول لي او تكلمني عن شكل الفريق والتاثير عليه. هل ده يعني حاجه زي كده ممكن تاثر على اللعيبه بشكل سلبي، وانتوا كجهاز فني بتتعاملوا مع ده ازاي؟ اولا برضو ده كلام حضرتك تاكيدا برضو للكابتن الكلام الكابتن هاني انا واللي انا قلته، اللي هي دي من الحاجات اللي بتاثر في مسيره الفرقه وبتاثر على تركيز الفرقه يعني. لكن اعتقد النادي الاهلي ما بيقدرش بكده يعني. النادي الاهلي في نهايه كل موسم بيقيم، عنده تقرير مدير فني بيقيم العروض اللي بتيجي للعيبه. عمر النادي الاهلي ما بيمانع في اي لعيب يحترف. يمكن الكابتن هاني كان من اول الناس اللي طلعت انا 19 طلع يعني، وكان صحيح. وكان شرف لينا كلنا ان احنا نتفرج عليه في الدوري الالماني، وكان اسم النادي الاهلي لما بيتقال وكابتن هاني رمزي بيتقال. حتى احنا لما راجل جه اول من اوائل الناس اللي سال عليها كابتن هاني رمزي يعني. انا لعبت ضده، هو قال لي لعبت ضده في سويسرا. هو قال لي وديفيد برضه، وديفيد عارفك كويس جدا طبعًا. لان ديفيد لعب برضه في الدوري الايطالي وعارفك كويس جدا يعني. فعمر النادي الاهلي ما بيمانع ان لعيب يحترف، لكن في وقت مناسب والمقابل المناسب اللي بيليق باسم النادي الاهلي ويليق بقيمه لعيب النادي الاهلي. انتوا اوائل يعني الناس اللي بترحب لو 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 جاء عرض وانت شايف ان هو من حق اللاعب انه يعمل كده او ان حقه يعني يحترف بره او في اي مكان، انتوا اوائل الناس اللي بترحب بده. مش احنا، هو يعتبر الاداره يعني. الاداره بتكلم على الاداره. انتوا كاداره يعني اداره النادي الاهلي، الاداره هي طبعا اللي بتقرر وهي اللي بتاخد الاول راي مدير فني، محتاج اللعيب ده ولا لا، طب عندك البديل ولا لا. لكن عمر النادي الاهلي ما بيتاخر، وفي نفس الوقت بيكون عندك البديل المناسب كمان. بالظبط بالظبط. مهم جدا الكلام اللي بنقوله، ان دايما خلي بالك يا سام بتسال السؤال ده ليه، لان هتلاقي في الفترات النجاح يا سامي ان بتبقى في حاجات بتطلع تحاول تاثر على تركيز اللعيبه شويه، وانت عارف ويمكن مريت بالكلام دوت. حتى لو ما كانش يعني لعبت النادي الاهلي نجوم وهيجي لها عروض وعلى مستوى اوروبي على مستوى وبيجي، لكن التوقيت خلي بالك، التوقيت ان انت داخل على مباراه مهمه، فيبدا التوقيت يطلع يقول لك والله ده فلان الفلانه جاي له عقد من كذا والعقد جدي جدا، ويبدا غصب عن اللعيب ممكن ياخد من تركيزه، ياخد جزء من تركيزه يعني. فدورك انت مهم كمان قوي، ودورك انت بالذات كابتن. طبعا طبعا احنا بنتكلم يمكن لحد امبارح برضو الكلام دوت اتكلم في عرض لرامي، وقبل كده كان في عرض لمحمد هاني. اولا زي ما انت قلت التوقيت مهم جدا. هل دلوقتي وقت انتقالات؟ هل دلوقتي احنا لسه عندنا بطوله مهمه جدا؟ فكر ان انت تنهي البطوله كويس، فكر اللي انت تعمل بدل الناس دي مثلا ما متمسكين بيك مثلا 90%، لا تمسكوا بيك 100%. لا لما تاخد بطوله افريقيا غير ما انت لسه راجل فلوسك كمان تزيد، فلوسك تزيد طبعا، هتروح بدبل اكس. فكل يعني الحاجات ديت احنا بنتكلم عليها، وان الاهم اللي انت ودايما انت في مجال، انت في سوق، انت بتعرض نفسك. كل ما بتعرض نفسك اكتر كل ما بتبقى متاح للناس اكتر، كل ما بتبقى قيمتك بتزيد الماديه اكتر. فاعتقد ان احنا يعني الحاجات ديت بتمر كتير وتمرت عليها كتير، فانت بتحاول برضو اللي انت تنقلها للعيبه، لان اللعيب طبعا في الاول والاخر حابب اللي هو يعني شايف محمد صلاح، شايف طبعًا كابتن هاني رمزي قبل كده، شايف اللعيبه اللي احترفت قبل كده وكان ليه اسم كبير، حقه اللي هو برضو عنده طموح اللي هو يحترف وكده. لكن التوقيت مهم زي ما حضرتك قلت، المقابل مهم زي ما انت قلت، الخروج نفسه من النادي بطريقه كويسه عشان يبقى ليك رجع زي ما احنا بنقول في الكوره، ليك رجوع تاني من الباب الكبير زي ما بيقولوا. بالظبط يعني. قبل الفاصل كنا بنتكلم معاك عن دور كل واحد من لاعبتنا اللي عملوا اللي عليهم وادوا بشكل جيد في الملعب. اتكلمنا قبل الفاصل يمكن عن اجاي، عايز اتكلم كمان عن ديانج اللاعب المالي اللي افتكر برضو فرق على المستوى المحلي والافريقي مع النادي الاهلي. ديانج لعيب مميز جدا، وزي ما قلت لحضرتك ان اللعيبه الافارقه بتبقى محتاجه وقت شويه عشان تقدر تتاقلم يعني. واحد بيبقى برضو ثقافه مختلفه وحياه مختلفه واسلوب تدريب ممكن يكون مختلف ولغه مختلفه، فكل الحاجات دي مع الوقت اللعيب بياخد ثقه،
وبرضه زي يعني مش عاوز يعني كل شويه اقول ده دورنا، لكن دي حقيقه يعني دورنا اللي احنا صحيح. ان احنا نتكلم مع اللعيبه ديت، اللي احنا نحاول نقرب منها، نحاول نديله ثقه، نحاول نبقى دايما في ظهره، نديله دعم. انا دايما بتكلم معاه ان الراجل عنده ثقه فيك، الراجل لانه هو راجل برضو من الناس اللي كانوا مرشحين ديانج باجي يكون معانا، وديانج نفس القصه كان معاه قبل كده معانا. وهما لعيبه يعني برضو اللي يعني لما انت بتيجي في اجواء حلوه واوضه لبس حلوه زي ما مش حلوه يعني حلوه بروحها وبالحاجات ديت، دي حاجه مهمه جدا يعني. ممكن لعيبه النادي الاهلي من فيها ميزه مش موجوده برضو في كل النوادي، بتقدر تحتوي كل اللعيبه كويس قوي يعني. اي حد يخش النادي الاهلي ده لو حتى اول يوم في حياته بتحس ان ده بيتك يعني. مثلا انا برضو انا النهارده جاي النهارده اهو القناه او جاي النهارده، انا حاسس ان ده بيتي خلاص. فانا بتكلم باريحيه، ما عنديش ضغوط، ما بفكرش قبل ما اتكلم في حاجه ممكن هتتفهم غلط. لا فهي دي ميزه من ميزه النادي الاهلي. فاعتقد ان شاء الله ان الفتره الجايه يتاقلموا اكتر ويحققوا نجاحات اكتر ان شاء الله، ويكونوا على قد طموحنا وطموح جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. وتوقعات الجماهير اهم حاجه ان شاء الله. وجينا طبعا لطموحات الجماهير، وهنرجع تاني من لف البطوله الافريقيه. عمليه التحضير، وانا عارف برضو ان انت كنت مدرب على كمدير فني، عندك مهمه التحضير دي مهمه جدا، انك بتحضر للمباراه من بدري. تحضيركم لمباراة الوداد، متابعين الدوري المغربي بشكل كويس، متابعين مباريات الوداد بشكل كويس، بدأتوا انتوا كجهاز فني تحطوا سيناريو لي مش لأجواء المباراة لكن للشكل التكتيكي يعني؟ طبعا طبعا يعني. ممكن من بداية الدوري المغربي واحنا بنتفرج والراجل بيتفرج وبنعمل تقرير للراجل، ويمكن برضو حتى هو راجل عمل يعني مش عاوز يعني، في عندنا شعيب اللي هو كان شغال معانا، هو راجل مغربي عارف الاجواء كبير، هو موجود هو بينقل الاجواء، وهو موجود دلوقتي في المغرب برضو بينقل له الاخبار. وانت عارف دلوقتي يا كابتن الدنيا مفتوحه يعني، كل الماتشات مذاعه وكل الدنيا متاحه ان انت تجيب اي معلومات، عكس زمان يعني اللي انت تجيب معلومات على الفرقه، طريقه لعبهم، شكلهم من ناحيه الدفاع عامل ازاي، شكلهم من ناحيه الهجوميه عامل ازاي، اندفاعهم عامل ازاي، التحول بتاعهم عامل ازاي، فده متاح يعني. احنا بنشتغل عليه، ويمكن الراجل بيشتغل من بدري، احنا بنشتغل من بدري عليهم، بنحضر من بدري جدا عشان تبقى انت بتاخد بالاسباب كلها يعني. ماتشين فرقوا معاك، ولما كان انت عارف كان في قرار ان المباراه قبل النهائي كانت هتبقى مباراه واحده، صح. لما رجعوا في القرار او القرار اتعدد ورجوعه تاني للاساس بقى مباراتين، انا عارف راي فايلر لان اتكلمت معاه في الموضوع دوت. فانت وكنت قريب من اللعيبه قوي، ردود الافعال كانت عامله ازاي؟ كان انهي افضل يعني بالنسبه لنا وبالنسبه للعيبه يعني؟ اعتقد مباراتين افضل يعني. انت برضو خصوصا ان المباراه الثانيه على ارضك، فبرضو بتبقى ميزه كبيره، تقدر ان انت تعمل ان شاء الله نتيجه ايجابيه في مباراه الذهاب، فتبقى عندك تصور اكتر للماتش العوده اللي عندك يعني، عكس ما بيبقى مباراه واحده. وانت برضو عارف الظروف بتاعتهم من السنه اللي فاتت اللي حصل لهم والاخفاق اللي حصل لهم في ماتش الترجي والظلم اللي اتظلموا، مش عارفين برضو الدنيا هتبقى عامله ازاي يعني، او التحكيم هيبقى عامل ازاي، او الاجواء هتبقى عامله ازاي لو في مباراه واحده يعني. لكن اعتقد ان هي مباراتين ان شاء الله تدينا افضليه، وتدينا ان شاء الله ان احنا نحقق ان شاء الله. ناقصنا الجماهير بس، هي دي كانت ناقصه الجماهير بس. برضو خلي بالك يا كابتن، حضرتك عارف طبعا برضو هم شرسين جدا في طبعًا ناحيه الجمهور طبعًا. فاعتقد برضو ان دي شايله في المقابل. التحكيم والتحامل اللي بيحصل في بعض الاحيان على النادي الاهلي من قبل التحكيم، وشفنا ده يمكن في مباريات في الدوري على المستوى الافريقي، هل في قلق او نوع كده من التخوف من موضوع التحكيم؟ يعني طبعا دي نقطه من النقط المهمه جدا يعني في افريقيا يعني. لكن هم تعرضوا لظلم الصراحه برضو، واحنا قبل كده تعرضنا لكذا مباراة فيها ظلم في الترجي، نفس القصة مرتين مع كابتن حسام بدري، ومرة معانا برضو أيام كارتيرون نفس القصة، ظلمنا جدا جدا يعني. والأجواء اللي حصلت قبل المباراة يمكن الناس ما كانتش حساها قوي، لكن احنا حسيناها يعني. لعبنا تحت ضغط رهيب جدا كبير. الأتوبيس اتكسر، عندنا لعيبة اتصابت، عندنا ضغوط كبيرة جدا من الحكام. فأعتقد أن التحكيم يعني في افريقيا محتاج وقفه شويه، لكن احنا عندنا امل في ربنا وان احنا نعمل اللي علينا، وان شاء الله ربنا ان شاء الله يكون معانا. كل مدرب يا سامي بيبقى ليه كده، وانت عارف المدرب انت مدرب كبير دايما، حتى قبل ما اللعيبه بتنزل
يبقى في كلمه على 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 الحكم يعني ما حدش يعني احنا طبعًا دايما ما حدش اتكلم مع الحكم. ايه بقى ايه فايلر بيقول ايه للاعيبه بالنسبه لعمليه التحكيم ده يعني بعد المحاضره بيقول ايه؟ هو 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 بيشتغلها في الملعب يعني اوقات كتير هو بيحكم وبيعمل قرارات غلط كتير جدا وتبقى اللعيبه مستغربه جدا من القرارات ديت يعني فهو يقول لهم انا عاوز اللي انتوا تتعودوا دايما على القرارات دي ممكن يكون قرار غلط بس هتعمل ايه؟ هو الحكم هو اللي يعتبر زي ما بيقول سيد الملعب هو اللي بيقرر مش هتقدر تغير رايه ولا هتقدر تغير قراره يعني فالعب على كده اللي انت ما تتكلمش اللي انت تركز بس في شغلك اللي انت تركز في فرقتك فاعتقد ان هو بيعملها عملي 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 بيحط اللعيبه تحت وبعدين بياكد عليها بقى في المباراه بياكد عليها في المحاضره لما احمد فتحي تعرض لظلم بين من قبل التحكيم في احدى المباريات كان ايه رد فعل الجهاز الفني كمدرب مساعد وايضا من فايلر كنتوا بتقولوا له ايه بعد ما الماتش انتهى في الطرد اللي حصل له اول يعني احنا بيبقى تفكيرنا في الاول في المباراه يعني ان خلاص ده موقف لازم نتعامل معاه ولازم نحله يعني فالراجل بيفكر بسرعه اللي انت لازم تحله وتشوف حد يلعب مكان احمد وتغير طريقه اللعب عشان لكن ايه النصايح اللي انتوا كنتوا بتقولوها له بقى حتى لو هو كان اتعرض لظلم فاكيد كان بيحصل كلام من نوع خاص على انفراد باللاعب بعد المباراه اكيد بعد المباراه اكيد طبعا يعني حاجه نفسيا اللي انت معلش اتظلمت لكن برضو دي اخطاء لازم نستفاد منها ولازم نتعود اللي احنا عادي ممكن وارد جدا حكم يخطأ يعني بس لازم الفرق الكبيرة اللي هي ما تجيبش مبررات الفرق الكبيرة اللي هي بتشتغل على كل مجريات الماتش وكل تصورات الماتش احنا كنا بنتكلم على الفترات سابقة كان في إصابات كتيرة جدا والنادي الأهلي اتحرم من لعيبة كتيرة جدا على مستوى عالي بسبب الإصابة معانا واحد من إن شاء الله يعني في تعافي وإن شاء الله خلال أيام أو أسابيع يكون موجود كابتن حسين الشحات حسين ازيك يا حسين مساء الخير يا حسين حبيبي عامل ايه يا حبيبي مبروك مبروك الدوري ومبروك علينا ان شاء الله حسين الشحات ان شاء الله يرجع تاني للملاعب حبيبي يا كابتن ربنا يخليك يا رب تحياتي طبعا اول تحياتي الكابتن وجودك في القايمه اداني امل كمان انت كنت موجود في القايمه المباراه اللي فاتت فخلاص يا خطوه بقى وانا عارف الخطوه دي هتاخد ان شاء الله وقت قصير قوي ويكون موجود في الملعب ان شاء الله الفنان موجود الفنان حبيب الملايين قاعد معايا حكايه الفنان دي يا كابتن حسين مش اول واحد لا الفنان دي هو كابتن هو اللي مطلعها فكل بيقول لك هي لازمه هي لازمه يعني معايا فهم كلهم بيقولوها يعني انت دايما بتقولها لهم يعني بقولها لهم فهم بيردوها لك دلوقتي بيردوها لي دلوقتي معانا الفنان الكبير كابتن سامي قمصان كنا دايما محمد هاني كان معانا وكهربا في كده علاقه من نوع خاص بتجمعكم كلكم يا حسين مع كابتن سامي قمصان كلمني بقى عن علاقتك انت الشخصيه دي بكابتن سامي بعيدا عن الملعب حتى والله يعني كابتن سامي يعني مش هقول لك بقى اللعيبه خصوصا بتعامله كمدرب او اي حاجه لا كابتن سامي اللعيبه كلها هو بيعاملهم كاخواته الصغيرين يعني كاخواته كلهم ف بيمسح دايما اللعيبه كلها دايما معاهم دايما في ظهرهم فالحمد لله يعني كابتن سامي يعني ربنا يكرمه دايما يا رب اللعيبه كلها بتحبه 30 لعيب كلهم بيحبوه فاحنا لو قدرنا نتكلم عليهم من هنا لبكره الكلام مش هيخلص الصراحه حبيبي يا حسين شكرا يعني انا على المستوى الشخصي انا بحبه جدا بحبه كمدرب وبحبه كاخ بحبه كل حاجه دايما يعني دايما معايا كمان يعني بيفضل احنا لا اعمل كذا لا اعمل كذا لا روح انت النهارده مش كويس انا النهارده انت كويس ف انا تاني بصراحه انا بحبه جدا على مستوى الشخصي فانا لو فضلت اتكلم معاه بكره تدي له حقه حبيبي حسين لا طبعا اضافه كبيره جدا كابتن سامي طبعا اي مكان ده حقيقي على المستوى الفني كمان اكيد كان في بعض التعليمات بيديها لكم على المستوى المعنوي كمان يا حسين خلينا نتكلم حسين وده المهم خلاص بطوله الدوري قفلناها وقفلنا القصه ديت فاحنا بنتكلم على بطوله مهمه جدا عايزين نطمن وانت حاسس بالجماهير وحاسس باحاسيسهم لغايه دلوقتي معلش الجماهير قلقانه انا بنقل برده الصوره الجماهير قلقانه شويه وبتقول ان المباراه طبعا المباراه الافريقيه مستوى تاني ومباراه خاصه جدا فعايز برضو تطمن جماهيرنا ان الاحوال ماشيه ازاي على المستوى الشخصي معاك ان شاء الله تكون متواجد خلاص انت متواجد في القائمه لكن وجودك في الملعب مهم جدا وعلى مستوى التحضير يعني ان شاء الله والله يا كابتن يعني احنا مركزين يا كابتن خلاص صفقه الدوري خلاص قفلت يعني وكده لا طبعا مركزين في الماتشات كلها بتاعتها بس خلاص احنا ركزنا خلاص احنا خدنا الدوري
فخلاص الحمد لله كابتن بنركز بقى في الفتره الجايه هنلعب الافريقيه قبل افريقيا، بعد كده ان شاء الله نشوف بقى على افريقيا ان شاء الله احنا متواجدين ونرجع مستوانا اللي كان قبل الكورونا اللي كان كل فرقه كانت فيها بس كان النادي الاهلي، فان شاء الله نرجع نقدر نعمل اكتر من كده ونحقق البطوله باذن الله وطمن الجمهور ان شاء الله اللي احنا ان شاء الله السنه دي ناويين ان احنا ناخدها ان شاء الله يعني بناء على واحد ان شاء الله نقدر نحققها ان شاء الله ان شاء الله يا حسين باذن الله ان شاء الله اللي جاي احسن وفرق افريقيا يا حسين برضه ان شاء الله مش هوصيكوا ان شاء الله طول ما الفنان معانا ان شاء الله لا واحنا قلنا كمان للكابتن سامي ان شاء الله افريقيا ان شاء الله بإذن. انت عارف في كده جمل انت عارف جماهير النادي الاهلي دايما مشهوره انها بتطلع جمله خلاص الدوري اهلي خلاص الحمد لله الدوري الاهلي تسعى يا اهلي افريقيا ان شاء الله موجوده النادي الاهلي بمجهودك يا حسين ان شاء الله تكون موجود في الملعب باذن الله ومجهود كل اللعيبه والجهاز الفني واحنا وراكم دايما يا حسين وبالتوفيق ومبروك الدوري يا حسين ان شاء الله الله يخليك يا كابتن مبروك. شكرا ليك يا كابتن والف سلام عليك. قبل مداخله كابتن حسين الشحات كان كابتن هاني بيسال عن المغرب وقد ايه احنا او فايلر على وجه التحديد ازاي بيتابع نقاط القوه او نقاط الضعف، الفرق بين الدوري المغربي والدوري المصري قيمته ازاي بتشوفه ازاي؟ لا الدوري عندهم برضو من الدوريات القويه عندهم دوري قوي جدا، عندهم فرق برضو منافسه عندها خبرات افريقيه وعندها خبرات في الدوري، عندهم مستويات متقاربه جدا بينهم فاعتقد لا دوري من الدوريات القويه يعني، لكن اعتقد ان هم فتره بقالوا فتره برضو كورونا برضو مأثره على الدوري ماتشات كتيره بتتاجل صحيح. فاعتقد ان شاء الله مع وصولنا للمباراه يعني ان شاء الله نكون احنا اجهز، عملنا عندنا ماتشات لعبنا ماتشات اكتر منهم عندنا جاهزيه بدنيه اكتر فاعتقد ان شاء الله يكون عندنا فرصه اكبر منهم باذن الله. ان شاء الله باذن الله تستعدوا كويس وتحضروا كويس. نطلع فاصل صغير ونرجع تاني مع الكابتن سامي قمصان. اتكلمنا عن الدوري وان شاء الله مستعدين يعني استعداد قوي جدا وبشكل كبير للبطوله الافريقيه اللي احنا كلنا منتظرينها مع كابتن سامي قمصان اللي مشرفنا النهارده في البيت الكبير واللي برحب بيه مره ثانيه. وعايزه بقى في الجزء ده اتكلم عن كابتن سامي قمصان اللاعب، يعني عايزه بقى اتكلم كلاعب كره قدم قبل كره القدم، مين اللي كان بيفكر لكابتن سامي انه يدخل المجال ده؟ الوالد، البيت، اللعب بره مع زمالك في الشارع، ايه؟ عارف لو قلت ما لعبتش في الشارع؟ لا طبعا انت لعبت في الشارع يعني يمكن انا يعني اسرتي كلها الحمد لله كن بيلعبوا في نادي غزل شبين انا اصلا من شبين يعني فانا طلعت لقيت نفسي في النادي نفسه يعني اخواتي كلهم لعبوا فيه، اخويا الاكبر كاب سعيد قمصان بس هو يعني توفى يعني الله يرحمه يا رب كان طبعا مثل الاعلى لينا كلنا واخويا كابتن محمد قمصان برضه نفس القصه وكابتن اسامه وياسر برضه اخويا الله يرحمه برضه لعب الله يرحمه كلهم كانوا بيلعبوا كلهم كره قدم كلهم كانوا فانا بدات بقى في النادي اشمعنى انا فكملت بقى الحمد لله في نادي غزل شبين ومشيت بقى في الناشئين وبعد كده كان عندنا مباراه وديه مع النادي الاهلي كان ساعتها مستر ألان هاريس موجود فالحمد لله عملت مباراه كويسه وهو طلب اللي هو اتعاقد معايا فالحمد لله جيت في النادي الاهلي واستمريت 5 سنين يعني يمكن ما حققتش برضو النجاحات الكبيره اللي انا كنت اتمناها يعني اتمناها الواحد يتمناها يعني لان مريت بظروف برضو اصابه كبيره جدا قعدت حوالي كان عندك جالك اصابه ايه؟ كان جالي اكيلس يعني وتر اكيلس بس للاسف بقى مرتين مره اكيلس وبعد كده مره بقى كسر في الشظيه فكان الموضوع صعب شويه يعني لكن الحمد لله بدات يعني تاني وبعد كده رحت بلديه المحله وبعد كده اسماعيلي بعد كده نهيت في اسمنت السويس يعني وبدات بقى الكارير بتاع التدريب واعتقد ان ربنا كافئني بقى اعمل كده ربنا ما بيديش كل حاجه يعني فالحمد لله ربنا كافئني اكتر بقى ان انا الحمد لله اخد مجال التدريب واخد دراسات وامسك برضو بدايتي امسك فرقه غزل شبين الفريق الاول والحمد لله صعدتهم برضو للدرجه في التدريب يعني ده بقى مرحله التدريب صعدوا درجه ثانيه الحمد لله كان ده قبل يعني كان قبل الحرس قبل الحرس غزل شبين قبل الحرس يعني انا كنت حاسس ان ده نادي وليه فضل عليا وعلى اخواتي فلازم ارد الجميل دوت يعني الحمد لله ربنا كرمني معاهم وصعدت وبعد كده جيت ناشئين النادي الاهلي
اشتغلت مع فرقه 95 لهاني، وبعد كده فرقه 97 مدير فرق. اشتغلت الاول مساعد لكابتن مشير حنفي، وبعد كده مساعد لكابتن محمد عماره، وبعد كده اشتغلت انا بقى مدير فني لفرقه 97 رمضان ونيدفيد وناصر وبيكهام. جيل كويس قوي، مجموعه لعيبه عينين قوي 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 ما شاء الله يعني. والحمد لله احنا برضو عملنا طفره كويسه في الفرقه، ومنهم الحمد لله دلوقتي نجوم كبار يعني. بذكر الاسماء ديت بتتكلم كمان، لازم نتكلم معاك في ملف المعارين الاعاره. يعني الاعاره وفي لعيبه مميزه جدا، وجماهير النادي الاهلي كان بتتكلم عندنا ناس كويسه وناس ظهر بمستوى جيد جدا. بتفكروا في ملف الاعاره ده ازاي ممكن يكون موجود؟ محمد شريف مثلا بيقدم موسم رائع يعني. ممتاز، يمكن النهارده حتى يوم كويس لكل اللعيبه. النهارده شريف جاب جونة. ناصر ماهر جاب، صلاح محسن جاب، عمرو جمال جاب، كل الناس المعارين جابوا يعني. طبعا لعيبه مهمه جدا، وممكن تفكير النادي وتفكير لجنه التخطيط ان اللعيبه دي تخرج، مش عشان هي لعيبه وحشه، لا بالعكس، عشان تجهزهم ياخدوا خبرات، ياخدوا دقائق كتير من المباريات، عشان اكنك صالحهم. في صالحهم هم وصالح النادي. انت دلوقتي محمد شريف ما شاء الله بينافس هداف من هدافين الدوري، صحيح. قوه كبيره جدا في مكان انت محتاج لعيبه فيه طبعا. ناصر برضو نفس القصه، صلاح محسن صراحة. نفس القصه، عندنا لعيبه كتير. احمد ياسر ريان، اكرم توفيق نفس القصه، جزار برضو، فوزي الحناوي في نفس القصه. فعندنا كميه لعيبه كبيره، لان عارف يا كابتن وحضرتك عارف طبعا ان الفرصه. وعمار كمان، عمار حمدي. وعمار حمدي طبعا، عمار من اللعيبه الواعده جدا. انت بتتكلم يا كابتن سامي، بتتكلم في اقل من 8-9 يعني 8-9 لعيبه، وكلهم ما شاء الله صغيرين في السن ولاعبين على مستوى عالي جدا صراحه يعني. جدا، يمكن الراجل اللي هو بيتكلم في كده ان دول المستقبل، ده يعني هو بيعد اللعيبه دي ان شاء الله اللي تيجي تنافس بقى وتخش تلعب وتاخد دقايق اكتر وتقدر تنافس اللعيبه اللي موجوده. فده كان قرار اعتقد ان وحضرتك عارف يعني ان كل اوروبا شغاله كده. ايوه، شفنا النني بالظبط يعني، راح تركيا رجع تاني بقى لعيب اساسي في ارسنال بشكل مختلف يعني. فانا شايف ان دي حاجه ايجابيه جدا ان شاء الله نستفاد بيها، ويبقى مردودها لينا ان شاء الله لما يرجع اللعيبه ديت ويكونوا لعيبه مؤثرين. اعتقد ان شاء الله هيبقى قرار كويس جدا يعني لينا وليهم وللنادي ان شاء الله. اخر فاصل في البيت الكبير معاكم مع الناس والمشاهدين، ونرجع تاني ونكمل حوارنا في البيت الكبير. رجعنا تاني مع الكابتن سامي قمصان، وكنا بنتكلم قبل الفاصل على موضوع الاعارات وازاي كانت مهم جدا نستفيد من الاعارات ديت، واللعيبه كانت كمان تستفيد باشتراكها في الدوري. خلينا نخش على تاني، نرجع تاني للمباراه المهمه، مباراه الوداد ان شاء الله. مجلس الاداره بيرتب على مستوى الاداره، وكابتن سيد عبد الحفيظ على مستوى الاداره بيوضب الامور الاداريه، ان يكون، وكان معانا مداخله كابتن سيد، ان هو احتمال يكون وجود النادي الاهلي قبل المباراه باربع ايام، ده فكر معين ان انتوا تقضوا وقت اكبر هناك، يبقى في تعود على الاجواء شويه، تعود على الملعب لو بتتمرنوا في الملعب، او السفر قبل المباراه ب 48 ساعه بطائره خاصه. الجهاز الفني استقر على الجزئيه دي ولا لسه في دراسه يعني؟ لسه، لانها برضو يا كابتن مرتبطه بحاجات طبيه يعني. حضرتك عارف دلوقتي برضو كورونا طبعا مهم جدا ان انت تبقى تحافظ على اللعيبه، لان ممكن تفقد لا قدر الله اي لعيب في اي وقت يعني. فممكن التفكيرين متاحين يعني بالنسبه لنا يعني، انما اعتقد يعني نبقى الامور الطبيه اعتقد يعني تتدخل بشكل اكبر يعني. لكن احنا طبعا لما تروح بدري طبعا بالنسبه لنا يعني، لو الامور طبيعيه يا كابتن سامي كنت تختار ايه يعني؟ الامور طبيعيه ما فيش كورونا، كنت تختار تروح هناك قبلها بثلاث اربع ايام تشوف الاجواء وتعيش وتتمرن كويس وتعمل استعداداتك، ولا في افكار مدربين تقول لك لا انا ممكن اروح قبل المباراه بيوم واحد اعمل تمرين الماتش وابدا المباراه؟ لا، بالنسبه لنا وبالنسبه لتفكير الراجل ان احنا نروح قبلها طبعا بثلاث اربع ايام يعني. ممكن برضو حضرتك يمكن سان داونز نفس القصه، من الحاجات الايجابيه اللي احنا روحنا قبلها قعدنا حوالي ست ايام او سبع ايام، فكانوا مؤثرين جدا. يمكن السنه اللي فاتت الاخفاق اللي حصل يعني، كان احنا كنا روحنا بطياره خاصه وكنا قبلها برضو 48 ساعه، فعلينا في الجو وفي التعود، واللي انت تخش المباريات، لان مباريات افريقيا بالذات فيها صعوبه في الاجواء، وخصوصا لما تكون فرق برضو فيها الجو مختلف عنك، فعكسنا هم طبعا جنوب افريقيا. فاعتقد ان احنا يعني الراجل بيحب لو قبلها بثلاث ايام او اربع ايام، اعتقد بتبقى افضل بالنسبه لنا يعني. اكتر حاجه اتعلمتها من فايلر ايه يا كابتن سامي؟ هو يعني راجل طبعا منظم جدا،
على طول على طول بيشتغل على اللعيبه ما بيسيبش حاجه للصدفه، محضر عنده بلان على طول يعني محضر، بيشتغل على متغيرات اللعبه، ودي حضرتك عارف طبعا يا كابتن هاني مهمه جدا ان اللعبه مش كلها الجانب الحلو بتاعها يعني انت مش كلها اللي انت هتجيب جون وهتكسب لا ممكن لا قدر الله يجي في الجون ممكن يحصل لك حاله طرد، فعلى طول هو عنده سيناريوهات كتيره لكده يعني عنده علاقه كويسه جدا مع اللعيبه يعني هادي يعني في مدربين بتحاول تختلق مشاكل او تبقى عاوز تعمل تفرض شخصيتها اكبر على الفرقه، لكن هو بيدي مساحه كبيره للعيبه، فاعتقد ان شاء الله يا رب ان شاء الله يعني يرضي طموح الاداره ويرضي طموح جماهير النادي الاهلي لانهم كل الناس متوسمين فيه ان شاء الله اللي هو يبقى حاجه كبيره في النادي الاهلي، يساعد النادي الاهلي والنادي قبل كده هو يساعده يعني، لان النادي الاهلي بيكبر اسم اي حد. ايه الكلمه اللي ممكن توجهها لفايلر من خلال كاميرتك ومن في البيت الكبير، كلمه تحب تقولها له هو واحنا مقبلين على البطوله الافريقيه ان شاء الله، اهم حاجه تقولها له؟ اقول له جمهور النادي الاهلي عنده ثقه كبيره فيك، مجلس الاداره عنده ثقه كبيره فيك، اللعيبه نفس القصه، اتمنى ان شاء الله ان انت تحقق حلمنا وحلم جمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره، ان شاء الله يكون التوفيق حليفك ان شاء الله. ده طبعا نتمنى له طبعا التوفيق، وانا شايف انه مدرب يعني مدرب واعد، مش واعد ان هو لسه بيبدا لكن على مستوى، خلي بالك كابتن سامي وانت حضرت دوت ان جماهير النادي الاهلي في الاول ما كانتش عندها القناعه الكامله، وحسيت الكلام دوت القناعه الكامله بالمدير الفني، قالوا السي في لحد ما مش هنقول ضعيف لكن كانوا يتمنوا سي في اقوى. لكن انا في رايي انه عمل معادله سريعه جدا انه دخل بشكل اكتر من رائع واكتسب ثقه الجماهير في النو تايم يعني مش وقت كبير يعني، ودي برضو حاجه تحسب للجنه التخطيط ومجلس الاداره ان انت يعني انت بتفكر غير الناس يعني، لان احنا برضو في اوقات كتيره جبنا اسامي كبيره جدا مدربين عندها سي في قوي جدا وعندها خبرات في الدوري الانجليزي والدوري الالماني وما حققوش اهداف وطموح جمهور النادي الاهلي يعني، فاللي انت تفكر في مدرب واعد عنده طموح عنده قدرات يقدر يستغل امكانيات وقدرات النادي ولاعيبه النادي والحق النجاحات ديت، فاعتقد ان دي حاجه تحسب لمجلس الاداره ولجنه التخطيط، وتحسب برضو للعيبه اللي هم استوعبوا فكره بسرعه. البدايات طبعا كانت مهمه بالنسبه له ان انت تبدا ببطوله سوبر حاجه ما فيش احسن من كده يعني، بطوله مهمه جدا وودي ثقه للنادي وودي ثقه للجمهور فيك انت تحقق كميه الانتصارات ديت، برضو انت كل يوم بتزود ثقه اكتر لدرجه ان الناس بدات تقارنه بمستر مانويل الراجل اللي حقق نجاحات كبيره يعني، وان شاء الله هو قادر اللي هو يعمل كده لو استقر وعنده طموح اللي هو يعمل كده، اعتقد كل الامكانيات متاحه ليه اللي هو يحقق كده ان شاء الله. الشكل الفني فرق معاه وفرق في خاصه في عمليه الضغط من قدام، دي كان بيتميز بيها النادي الاهلي في فترات كتيره جدا عمليه الضغط من قدام، لكن عمل الروتيشن دايما بقول عمليه الروتيشن كمان كان بالنسبه له كنت انا شايفها كويس، وانت طمنتني ان اللعيبه كمان ساعدته واللعيبه يعني استفادت من الجزئيه ديت. تفتكر في خلاص تشكيل معين او فكر معينه خلاص دلوقتي في فكره لمباراة الوداد استقر عليها بشكل كبير؟ طبعا بنسبة مثلا 90% يعني 90% من تشكيلة النادي الأهلي أمام الوداد موجودة في فكره طبعا في فكره في تحضيره وفي تحضيره يعني. ويمكن يا كابتن حضرتك قلت نقطة مهمة جدا يعني، إن أوقات كتيرة مدربين بتيجي النادي الأهلي ما بتبقاش عارفة أسلوب لعب النادي الأهلي، ويمكن ده عانينا منه ممكن السنة اللي فاتت يعني، يمكن مستر لاسارتي ومستر كارتروم مدربين مميزين، وانا عن نفسي ما يعني ببقى بقول ان كل المدرب عنده حاجه وعنده ميزه كويسه ربنا بيديها له عشان يقدر ينجح بيها يعني، لكن المدرب الكويس اللي يقدر يستغل امكانيات وقدرات وسيستم النادي اللي هو بيشتغل فيه. يمكن احنا فقدنا السنتين اللي فاتوا السنه اللي فاتت واللي قبلها اللي هي اسلوب لعب النادي الاهلي، استحواذ شخصيه النادي الاهلي استحواذ ازاي اضغط ازاي اعمل ضغط عالي ازاي على طول ابقى مستحوذ ازاي على طول ابقى انا الفعل مش رد الفعل فاعتقد مع الراجل ده رجعت تاني شخصيه لعيب النادي الاهلي، تشوف ان النادي الاهلي مسيطر على كل المباريات بيحقق هو على طول الفعل هو على طول اللي عامل استحواذ. ممكن وانا موافق جدا جمهور النادي الاهلي ان احنا بعد كورونا مختلفين، لكن مش عاوز اجيب مبررات، لكن في حاجات غصب عننا
في حاجات مرتبطه بطرق لعب مختلفه ممكن تكون الراجل بيحضر لها، في حاجات مثلا ممكن برضو بدنيه ممكن ما وصلناش للحاله البدنيه اللي هي 100%، لان احنا معظم الفرق اللي لعبناها بعد كورونا الفرق اللي هي بتنافس على الهبوط. صعوبه الفرق اللي بتنافس على الهبوط يا كابتن ان الفرق كلها بتعمل تكتل دفاعي، ان كل الفرق عاوزه بونت من النادي الاهلي، صعب الامور جدا، بتصعب عليك الامور في ناحيه الحل. انت عاوز على طول، عاوز لعب في سرعه، عاوز اختراقات بسرعه، عاوز تحل الماتش بسرعه عشان اللعيبه بتستعجل، فاللعيبه بتستعجل فبيبقى في اخطاء فانما لما لعبنا ماتشات مع الفرق الكبيره، يعني يمكن لعبنا مع الاسماعيلي عملنا مباراه مميزه جدا، حلو قوي. المصري برده نفس القصه، عملنا مباراه مميزه جدا. الاتحاد قبل الطرد كنا كويسين برده نفس القصه، ورغم ان احنا 10 برده بنحاول وعاوزين نكسب. فالفرق برده بتساعدك اللي انت تفرض شخصيتك ولعبك، لكن يعني ما بقولش ان ده مبرر ان كل الفرق بتلعب كده قصاد النادي الاهلي، ما فعلا كل الفرق كده بتلعب قصاد النادي الاهلي، لكن لما انت تكون جاهز بدنيا فاعتقد بتفرق. يعني انت بتتكلم في 3 شهور او 4 شهور اللعيبه بعيده عن المستطيل الاخضر، ما فيش حد يعني اقصى حاجه هيجري فيها او هيقدر يشتغل شغل بني فيها 10 متر 20 متر، حتى لو عايش في فيلا، حتى لو عايش في كومباوند كده. لما كنا بنتكلم عن عوده النشاط واستئناف عوده النشاط، ده كان مهم جدا كمان للعيبه على المستوى البدني، ان احنا اعتبرناهم بيسخنوا للاصعب اللي جاي. الاصعب اللي جاي بقى اللي انا عايزاك يعني برضو يعني زي ما وجهت رسالتك لفايلر توجه رسالتك للجمهور في 10 ثواني تقول لهم ايه برضو عن المباراه الصعبه اللي جايه مع الوداد. كل مره بقول وكل مره هقول ان النادي الاهلي بعد ربنا هو السند وهو الداعم لكل منظومه النادي الاهلي. احنا بنستمد قوتنا منكم، من دعمكم لينا، من وقوفكم جنبنا، من ثقتكم فينا وفي مجلس ادارتنا وفي جهازنا الفني وفي لاعبتنا. هو ده اللي بعد ربنا اللي بيدينا القوه وبيدينا الاستمراريه اللي احنا نحقق ان شاء الله انجازات ونرضي طموحكم، لان احنا عن نفسنا وعن الجهاز واللعيبه هتعمل اقصى جهد لينا عشان نحقق طموحكم. وان شاء الله نتمنى ان شاء الله يا رب ان شاء الله يكون التوفيق معانا ونحقق لكم بطوله، لان جمهور النادي الاهلي ده يستاهل اي حاجه الواحد يقدر يعملها ويقدمها عشان اسعاد جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي رقم واحد طبعا. انا بشكرك جدا جدا، شرفتنا في البيت الكبير، والف مبروك مره تانية. ان شاء الله عليك. تكمل على خير بتتوجنا للبطوله الافريقيه كابتن سامي. اشكرك يا كابتن. شكرا كابتن سامي، شرفتنا، وان شاء الله باذن الله على موعد باذن الله مع البطوله الافريقيه. شكرا جزيلا ونورتنا في البيت الكبير كابتن. انا مبسوط جدا والله، ومبسوط ان انا شفت حضرتك طبعا حبيبي حبيبي وسام طبعا، وان شاء الله نتقابل ان شاء الله بعد البطوله ونحتفل ان شاء الله طبعا. دي كانت طبعا نهايه فقرتنا او نهايه حلقتنا في البيت الكبير النهارده. بكره استنونا ان شاء الله من 10 لـ1 في البيت الكبير.